كلية الآثار يحمل نفس الاسم، وبيتكلم عن هذا الموضوع، وهو له كتب أخرى يعني بتناقش الموضوع ده، ينصح بيها لمن أراد الاستزادة في الموضوع. يعني الصولجان، احنا الحجر عارفين رمزيته، كل ما هو مبني، والصولجان هي عصاة الحاكم، ودايما كانت تستخدم كرمز للإشارة للسلطة الحاكمة أو رمز للحاكم يعني. فلما أكون بتكلم عن ثنائية الحجر والصولجان، يعني بتكلم عن الثنائية التي جمعت ما بين الحجر المشكل لعمران المدينة ومعمارها، والصولجان أي القرار السياسي الحاكم. بسم الله. الأول قبل ما أبدأ في صلب الموضوع نفسه، الحقيقة حابة أتكلم في نقطة أنا هعتبرها تأصيلية للفكرة ككل، وهتكلم فيها بشكل مختصر جدا، وربما يكون مخل، أو أكيد هيكون مخل، لأن هي نقطة الحقيقة عميقة جدا وتشعباتها كتير، والحديث فيها يستلزم لوحده العديد والعديد من المحاضرات. فأنا صعب جدا إن أنا أجملها بسرعة كده في معرض الحديث، لكن هتكلم عنها برضو ولو بشكل سريع ومختصر. الحقيقة طرحا يعني لموضوع المحاضرة، الحديث عن تاريخ المدن أيا كان، سواء المدينة الإسلامية أو أي مدينة أخرى، عادة يعني في الأروقة البحثية وحتى خارج الأروقة البحثية دايما بيثار سؤال بتوضع دايما على أنا شخصيا يعني بضع عليه علامات استفهام لما بسمع السؤال ده، يعني اللي هو ناس بتتحدث عن جدوى أو أهمية النظر في التاريخ أو التعمق للرؤية التاريخية أو القراءة التاريخية. كتير جدا يعني أصوات بحثية وغير بحثية بتتناول الموضوع ده باستغراب أو باستهجان، أو بتعتبره نوع من أنواع الطرف الفكري إن نحن في غنى عنه يعني. فمثلا يعني بيبقى في أصوات بتنادي إنه إحنا دلوقتي بنتكلم عن آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا، وبنتكلم عن النانو تكنولوجي والارتفيشال إليجنت والألجوريزم والحاجات، تطبيقات الرائعة والمفيدة والآنية حاليا. فإيه فايدة بقى إن إحنا نرجع نجيب الصفحات القديمة ونقرأ التاريخ وندرس التاريخ، أو ندرس سواء المدينة الإسلامية أو غيرها؟ الكلام بيكون بصفة عامة يعني. فأنا الحقيقة زي ما قلت في الأول، أنا لما بسمع الملحوظة دي، مش ملحوظة فردية أو بتتقال مرة أو اتنين وتلاتة، هي الحقيقة يعني أصوات كتير، مش قليلة. انا بيبقى يعني بتوقف قدام السؤال ده الحقيقة مش بشكل شخصي، عشان انا عندي يعني ميل شخصي للجهة دي من البحث او للناحية دي من البحث، لكن حتى بحاول اتوقف عنده بشكل علمي بحت. يعني ايه من العلوم الإنسانية قام واستمر على هذه القطيعة مع أسس مختلفة؟ ايه من الحضارات الإنسانية استمر او نشأ وتواصل واستمر وهو عنده نوع من انواع التنصل للجزء الاساسي المكون ليه؟ جميل جدا ان احنا بنتكلم دلوقتي عن احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا، وعن ناطحات السحاب، وعن كل الحاجات اللي هتفضل في دائرة مستمرة دي، لكن اظن مش محتاجين نؤكد ان احنا عمرنا ما كنا هنقدر نرتفع في البنيان كده بدون الوقوف على ارض فكرية صلبة جدا. يعني ده شيء بالبداهة في جميع العلوم الإنسانية، ما بالك في العمارة اللي احنا من أول يوم بنقول إن هي بتتكون ليها أكثر من شق، الشق الهندسي ليس الشق الهندسي فقط، عندنا جوانب كتيرة جدا وروافد كتيرة جدا بتشكل لي المنتج العظيم النهائي اللي اسمه العمارة والعمران. أنا دلوقتي مثلا لما بقرأ تاريخ المدينة الإسلامية، أو أحاول إن أنا أعيد النظر في المكونات المشكلة لهذه المدينة، أنا بتكلم عن المدينة الإسلامية عشان هي الحالة اللي أنا هتكلم عنها النهاردة، لكن هأكد إن ده كلام ينطبق على أي قراءة أو أي رؤية للتاريخ بصفة عامة. يعني أنا دلوقتي لما وصلت إن أنا بقرأ المدينة الإسلامية وبتعمق في تفكيك المكونات الخاصة بيها، أنا قدرت بطريقة الحقيقة سلسة وواضحة جدا، يعني أنا وغيري أو من الباحثين، مش بتكلم عن نفسي، بتكلم عن حتى ما قدم ليا من أطروحات، يعني
ازاي قدرنا ان احنا بقراءتنا لهذه الفترة قدرت ان انا اخرج بصورة واضحة جدا ومتكاملة الاركان لطبيعة الشخصية الانسانية التي عاشت تلك الفترة. انا لما مسكت المنتج العمراني للمدينة الاسلامية والمنتج المعماري المكون ليها، ازاي لما درست هذا النسيج المتفاعل، هذه الفضاءات المعمارية المختلفة، ازاي قدرت افهم منها الشخصية التي عايشت هذه الفترة، قدرت افهم منها طبيعة التفاعلات الانسانية اللي حدثت فيها، قدرت افهم منها المبادئ والأسس التي قامت عليها والتي ارتكزت عليها، إزاي كل ده قدر يوصلني لما حللت المنتج العمراني والمعماري ليها. طيب هل الفترة الحالية اللي احنا عايشين فيها، لو تخيلنا، ما هو احنا في يوم من الأيام هنبقى ماضي لمستقبل، احنا في يوم من الأيام بعد 100 سنة احنا حاليا هنبقى ماضي لحد تاني، يا ترى لو احنا دلوقتي بندرس التجول في المدينة المعاصرة اللي احنا عايشين فيها، ايا كانت المدن اللي احنا عايشين فيها، هل دراسة المدينة الحالية اقدر اخرج منه بنفس النتائج اللي خرجت منها لما درست المدينة الإسلامية او اي مدينة تاريخية؟ يعني هل مدني الحالية معبرة حقيقية عن هويتي كمواطن 2020 زي ما المدينة الإسلامية كانت معبر امين عن الـ الإنسان اللي عاش فيها في الفترة دي؟ طيب هل أنا قدرت إن أنا، يعني إحنا دايماً حتى بنقول إنه والله اللي بيحاججنا يعني بالمحجة دي بنقول له طيب خلاص، أنت إذا قدرت إن أنت توصل للقراءة التاريخية وتستخلص المفاهيم والأفكار والدروس والمبادئ اللي هتخليك تقدر تستمر دلوقتي في الحاضر وتكمل المستقبل، في الحالة دي ممكن أتناقش في فكرة تجاوز بقى الفترة الماضية أو القراءة التاريخية، لكن أنا حتى النقطة دي مش قادرة أطلع بيها بشكل كامل، يعني أنا حتى لسه مش قادرة أطلع بفكرة إن أنا بنيت رؤية كاملة للشخصية أو الهوية التاريخية اللي وعرفت إن أنا دلوقتي عندي ينقصني منها كذا ويزيد عليها كذا وفي المستقبل هستمر إلى 1 و2 و3. وعلى فكرة المبدأ ده يعني مش أول مرة ينادى بيه ومش هتبقى آخر مرة، وتم تجربته بالفعل ونودي بيه بالفعل، يعني كلنا يعني أي حد معماري يعرف الباو هاوس وعارف يعني إيه مدرسة الباو هاوس في العمارة والمرحلة المفصلية اللي شكلتها الباو هاوس في تاريخ العمارة ككل. مدرسة الباو هاوس كمدرسة تعلم العمارة يعني كان منعت تماما تدريس تاريخ نظريات العمارة، ومنعت الطلبة ان هم يطلعوا على التاريخ السابق للعمارة، واعتبروا ان العمارة تبدأ من الحرب العالمية الأولى، ما قبل الحرب العالمية الأولى خلاص ده ليس عمارة، ويجب يعني لو ينفع يمحى من التاريخ يبقى أفضل. ويعني انا عايزه اقول ان الطرح ده جرب بالفعل وفعلا فشل واثبت فشل، لما قدمت لنا بقى الطراز الحاجات دي، يمكن طلبه عماره درسوها وعدوا عليها، قدمت لنا بقى الطراز الانترناشونال واصبح بقى العالم كله نسخه موحده، ويا ريتها حتى نسخه يعني نسخه جيده، لكن كانت نسخه مل العالم منها سريعا، وتعالت الاصوات سريعا جدا في ظرف عقود بسيطه، تعالت الأصوات بالشكوى من هذا النمط الموحد لجميع دول العالم. فأنا يعني سبحان الله لما يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني بيباهي خلقه إنه خلقهم شعوبا وقبائل، إنه جعلهم مختلفين ولو شاء لجعلكم أمة واحدة يعني. في نفس الوقت ده أنا عايزة أوحد نمط كامل لجميع البشر، أنزع جميع الناس من هوياتهم المختلفة، أنزع جميع الناس من بيئتهم وثقافتهم المختلفة، وأوجههم ناحية حتى في يعني حتى في المناقشة البحثية نبقى كلنا عايزين نمشي في اتجاه واحد، غالبا حتى مش بتاعنا، مش طالع من عندنا. فيعني أعتقد إنه مفيش أي علم إنساني يقدر يستمر ويتصل بدون اتساق مع أصله ومع بيئته ومع ماضيه، ومن هذا الاتساق يقدر يقف في حاضر يعني مفهوم،
ويقدر منه ينطلق لمستقبل مفهوم. واظن حتى ان احنا لما بنتكلم عن التفاعل الانساني في المدينه الاسلاميه والنسيج الحضري اللي انتجته هذه المدينه، وبنقارن نفسنا دلوقتي مثلا في العصر الحالي، يعني احنا مرينا بازمه اجلستنا جميعا في البيوت في فتره الحجر الصحي بعد كورونا. ليه تقريبا المعماري وغير المعماري استشعر ان هناك مشكله ما، ربما المعماري مش قادر يعبر عنها او يفهم هي ايه بالظبط، لكن هو استشعر المشكله ما، استشعر ان البيت اللي هو عايش فيه لا تنطبق عليه معاني البيت المفروضه، السكن، الالفه، الاستقرار. استشعر ان المدينه اللي هو ماشي فيها لا تشبهه. فعودتي للمدينة التاريخية وقراءتي للمدينة الإسلامية هي يعني نقطة انطلاق أساسية لا غنى عنها، لأن أنا أتكلم قدام على المدينة 2020 و2050 و2100 لحد ما ربنا يشاء يعني. فدي نقطة في الأول الحقيقة، يعني زي ما قلت في الأول إن أنا أكيد هتكلم عنها بشكل مخل، لأن زي ما قلت إن هي نقطة تشعباتها كتير، لكن الحقيقة كان مهم جدا إن أنا يعني أوردها في الأول، لأن أذكر حتى لما باشمهندس عمر أكرمه الله لما بعت وقال لي إن إحنا عايزين تبقي معانا وكده، أنا نفسي انتهكت النهج ده لحظات. يعني أنا قلت له يا باشمهندس أنا الخط اللي أنا ماشية فيه مش على تماس قوي مع الاتجاهات الحديثة اللي حضراتكم بتناقشوها وكده. فلما ناقشته في موضوع البحث الحقيقة، يعني ده نظرا لان هو شخصيه استثنائيه جدا، الحقيقه اشاد بيها جدا وقال لي بالعكس احنا محتاجين جدا القواعد الفكريه دي قبل ما ننطلق لاي حاجه تطبيقيه. وسعيده انه يعني في حد ممكن يكون بيشاركني وجهه النظر، وما فيش اي تعارض ما بين الجانبين. اي علم في الدنيا بيتكون من فروع واتجاهات، ولازم كل جهه يكون ليها يعني قائمين عليها، وما فيش جهه بتقلل من الاخرى ابدا يعني. فده ببساطة إجابة على سؤال إحنا ليه أصلا هنتكلم النهاردة عن المدينة الإسلامية، وإيه اللي هيعنينا من إن إحنا نفهم المدينة الإسلامية. أرجو إن في الآخر نكون وصلنا جميعا لصيغة يعني أقرب للصواب نقدر نفهم منها المدينة الإسلامية هتفيدنا بإيه دلوقتي. هتكلم بقى زي ما قلت النهاردة عن جزء من مكونات المدينة الإسلامية، أو جزء أظن أنه ساهم في تشكيل يعني مكون رئيسي في تشكيل المدينة الإسلامية، ألا وهو الجانب السياسي أو القرار السياسي. طيب القرار السياسي ده يعني إحنا كنا دايماً بنتكلم عن من وإحنا طلبة في أولى عمارة، كنا لما بحب اساتذتنا يفهموني يعني ايه عماره، كان من ضمن الـ يعني المداخل اللي تخلينا نفهم العماره دي كنا بنفهم ايه اللي بيكونها او ايه الصيغ المكونه ليها يعني. فانا النهارده لما اقدر اوصل لصيغه بعتبرها من اكثر الصيغ الاساسيه المكونه للبيئه الاسلاميه او للمدينه الاسلاميه، الا وهي القرار السياسي، اظن ان انا هقدر استعمل نفس المنطق وافكك ايضا الصيغ المكونه لمدينتي الحالية، وأقدر أفهم منها برضو هل أنا دلوقتي المدينة بتتكون بنفس ذات الصيغ التي كونت بها في السابق. والحقيقة هنندهش جدا لما نلاقي أنه يعني يكاد لا يكون لا جديد تحت الشمس يعني. الحقيقة برضو عايزة أتكلم عن ما أحدثه القرار السياسي من إعادة تحرير للمفاهيم، من إعادة ترتيب للأدوار، من إعادة صياغة للعلاقات ما بين الحاكم والمحكوم. المفترض أن المدينة الإسلامية في صورتها الأولى، في أول صورة للمدينة الإسلامية التي نشأت في المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لها صورة واضحة وصريحة وبسيطة جدا. المدينة بتتكون من قلب رئيسي حاكم بالمعنى الوجداني والمعنى السياسي، وهو المسجد. حاكم المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعرف المجتمع المسلم على مجموعة من الصيغ أو مجموعة من الأحكام. عندنا باب كبير جدا في الفقه الإسلامي وباب عظيم الحقيقة اسمه الأحكام العمرانية، يعني لنا أن نتخيل أن في فقه خاص بالعمران وفي أحكام تشريعية خاصة بتيسير حياة البشر الساكنين في مدينة واحدة.
لان اصلا السياسه في تعريفها الاول هي ايه؟ هي تيسير الامور. فطول ما السياسه ماشيه في هذا النهج، دي برضو نقطه مهمه، معلش حابه اوضحها. لما بتكون بكلم عن كلمه السياسه، وهقول كذا مره التدخل السياسي، التدخل السياسي، ربما كلمه تدخل هتوديني لان انا ناحيه تقييميه شويه، او ان انا هقيم السياسه كتدخل يعني سلبي. الحقيقه ده مش المقصود ابدا. التدخل بمعنى اخذ القرار اللي بيغير الاتجاه سواء سلبا او ايجابا. احنا مش مناط حكم نحكم سلبا او ايجابا، احنا فقط بنقر الوقائع التاريخيه وبنقر الاحكام التي تعرف عليها المجتمع المسلم. وبعد كده بقى القرار التاريخي ده، القرار السياسي ده عفوا، كان متماشي معاها ولا مش متماشي معاها، ده يعني الحدث التاريخي بيقره بشكل تلقائي يعني. فالعملية السياسية احنا انا مش بنظر اليها على انها عامل دخيل على العمارة او العمران، بالعكس المفروض ان الجانب السياسي في اي حضارة ما هو جزء مسير للحضارة دي ككل. امتى بقى بيطغى، امتى بيتعدى دوره، امتى حتى بيقتصر، امتى مفروض يؤدي ادوار لا يؤديها، او في ادوار تترك لغيره وهو بيؤديها، دي بقى اللي بنقدر فعلا بشكل علمي يعني ان احنا نقيمها. تمام. في المدينة الإسلامية لما كنا بندرس أنواع المدينة الإسلامية، كنا بندرس إنه في نوعين للمدن الإسلامية: المدن التلقائية اللي هي بتنشأ بالتفاعل البشري العادي، مجموعة من الأفراد يعني استقروا في مكان والتفاعل البشري خلى المكان ده يبدأ ينمو لحد ما بقى مدينة. وفي نوع آخر، عفوا أنا بعتذر بس إن صوتي مش هيبقى ولا مخارج الألفاظ هتبقى دقيقة، يعني إن أنا عندي برد الحقيقة، فبعتذر لو صوتي ما كانش واضح يعني. النوع الثاني اللي هي المدن المخططة، وبالمناسبة جزئية المخططة دي عليها يعني نقاشات كتيرة جدا. إيه أصلا تعريف المخططة ما بيننا وما بين المستشرقين وكده، فنقطة المخططة دي فيها نقاش لوحديها، يعني إيه أصلا المخططة وغير المخططة. لكن هناخد بالتعريف المبدئي خالص، المدن المخططة المدن اللي اتخذ قرار بإنشائها. هنلاحظ من أنواع المدن دي يعني حتى بقراءة أسمائها، العواصم، مدن الإمراء، المدن العسكرية، مدن الأربطة، هنلاحظ أن الصبغة السياسية واضحة جدا في تكوين وأسباب إنشاء هذه المدن. زي ما احنا شايفين مثلا قدام حضراتكم في 3 أمثلة هنتعرض إليهم يعني تباعا ل3 نماذج مختلفة للمدينة الإسلامية منذ لما بدأت، إزاي القرار السياسي مغير لي هنا شكل كل مدينة ومغير القلب والنواة بتاعت كل مدينة. المدينة الإسلامية زي ما قلنا بدأت بقلب أساسي وهو المسجد، ثم يتبعه دار إمارة بتكون دائما أصغر من المسجد، لأنه المفروض أن السلطة السياسية تتبع السلطة الدينية في المدينة الإسلامية، وهنشوف ده اتغير إزاي وتغييره معناه إيه. ثم بعد كده بدأنا نشوف تبادل الأدوار وتغير ليها وما إلى ذلك. كنت كلمت حضراتكم عن الأحكام الفقهية والعمرانية المشكلة أو المكونة للمدينة الإسلامية، مجموعة من الأحكام والأعراف استقرت واتفقت عليها الجماعة المسلمة، المجموعة المسلمة، المدينة المسلمة، اتفقوا عليها ومستنبطة ومنبثقة من الشريعة الإسلامية أو الفقه الحاكم. فالمدينة دي مدينة إسلامية، كانت يعني مدينة متسقة مع هويتها، بتحكمها أحكام فقهية مستمدة من دينها. يعني حتى الآن في اتساق ما بين حتى نوع المدينة وساكنيها. يعني الأحكام الفقهية دي عملت أوجدت تقسيم لي أو توزيع للأدوار ما بين السلطة السياسية والسلطة المجتمعية. هذه الأحكام التي استقر عليها المسلمين منذ العهد الأول، أقدر أقول إن هي دي المعيار اللي باخده وقيس عليه بعد كده أي مدينة، بشوف المدينة دي طبقت هذه الأحكام ولا ما طبقتهاش. يعني أنا لو قلت إن في مدينة اتعمل فيها القرار السياسي كذا وكذا 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 وكذا، ممكن حد يقول لي طب وإيه المشكلة؟ يعني طب ما يعمل، ما هو ده الحاكم يعني.
لا احنا عندنا مجموعة من الأحكام العمرانية اتفقت عليها اتفقت عليها المجموعة المسلمة، واعتبرت هي معيار التحاكم ما بين الحاكم والمحكوم. هذه المعايير قسمت ووزعت السلطات ما بين السلطة السياسية والمجتمعية، قالت إمتى السلطة السياسية تبدأ وإمتى تنتهي، وإمتى دور السلطة المجتمعية يبدأ وإمتى ينتهي، وإمتى يتقابل ويتشارك وما إلى ذلك. فالأحكام الفقهية العمرانية، وأنا ممكن أحيل حضراتكم هنا على كتاب يعني من يعني عمدة في هذا الموضوع، يعني اللي حابب يقرأ فيه الأحكام العمرانية المشكلة للفقه الإسلامي، كتاب دكتور جميل عبد القادر أكبر، اسمه عمارة الأرض في الإسلام. هو يعني زي ما قلت عمدة يعني في هذا الموضوع. السلطة السياسية اتحدد أدوارها بمجموعة اتحدد سلطتها بمجموعة من الأدوار. السلطة السياسية لها أن تختار موقع المدينة، لها أن تشيد المباني الرئيسية، لها أن تخصص المكان الذي ستقام فيه القطع السكنية، لكن دون تخصيص أكثر من ذلك. لها بالطبع هي المناط بها حماية المدينة ودفاع عن أمنها وما إلى ذلك. ثم انتقال إلى دور السلطة المجتمعية أيضا تبعا للأحكام العمرانية أو أحكام الفقه العمراني. السلطة المجتمعية كانت هي المسؤولة عن تقسيم قطع الأراضي فيما بينها، وما يعني كان هناك كان في الفترة دي النظام القبلي، فيسمح للمجتمع المدينة إن هو يختار توزيع قطع الأراضي بتاعته، سواء حسب القبيلة، حسب بطون البيوت ما إلى ذلك. يعني بمعنى إنه قرار تقسيم الأراضي وأماكنها وأماكن استكان الناس أماكن سكن الناس تابع أو قرار خاص بالسلطة المجتمعية. أيضا صيانة الفراغات العامة، تحديد المواقع ما بين السد والمفتوح، وامتى اقفل طريق، امتى افتح طريق، وحتى كان في امور مشتركه ما بين السلطه السياسيه والسلطه المجتمعيه ليها علاقه بقرار اتخاذ قرار التصميم المعماري، وهنشوف برضو امتى السلطه السياسيه تدخلت في هذا القرار. في الاول هتكلم عن احنا قلنا المدينة السياسية المدينة الإسلامية عفوا ماشية بنمط معين، وقلنا ان اشرت في الاول ان هي مشت بنمط معين، وفي مرحلة بدأ هذا النمط بالتغير. الحقيقة في نقطة فاصلة في التاريخ الإسلامي بنعتبرها هي اللي بدأ عندها هذا الانقلاب ما بين ادوار السلطات السياسية والمجتمعية. هذه النقطة الفاصلة كانت في عهد الدولة الأموية. احنا عارفين أنه هذا العهد يعني شهد الكثير من الاضطرابات السياسية، لكن ما يعنينا منها هنا الجزء المتعلق ب أو الجزء المؤثر على عمران المدينة، ما دون ذلك مش داخل في نطاق اختصاصي حاليا يعني. عفوا، في عهد الدولة الأموية انقلب نظام الحكم من النظام الشورى اللي هو كان معمول بيه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى فترة الفترة الأموية كان الحكم في الإسلام بالشورى باختيار الناس. انقلب في عهد الدولة الأموية إلى نظام الملك العضوض أو الملك المورث. هذا الملك المورث طبعا كان نظام جديد على الدولة الإسلامية، لم يرضى عنه الكثيرون. هذا النظام تبعه قيام ثورات. الثورات دي طبعا لما اقول ان في ثوره يبقى اكيد هستحضر بشكل بديهي قيام اعتراضات، قيام يعني تقلب على الحاكم يعني. فهذا الخوف من الثورات او من الاعتراضات نتج عنه الحاجه لزيادات الدفاع والتامين والتحصين، مش من العدو الخارجي اللي خارج المدينه، لكن من العدو الداخلي. تكلمنا في الأول إزاي السياسة بتعيد صياغة وتعيد تحرير المفاهيم. إحنا عندنا مفهوم واضح لطبيعة الحاكم والمحكوم. الحاكم وظيفة سياسية يقوم على خدمة المدينة، يحميها من العدو الخارجي. دلوقتي بدأت السياسة تعيد تحرير هذه المفاهيم، فأصبح عندي عدو داخلي أخشى منه أكثر حتى ربما من خشيتي من العدو الخارجي، فلازم
بالتالي غيرت في بنية المدينة، غيرت في تخطيط المدينة، أصبح عندي وسائل دفاعية داخل المدينة تحميني من أهلها، ناهيك طبعا عن الدفاعية اللي بتحميني من خارج المدينة. هذا التغير الكبير في نظام الحكم أتبعه تغير في التكوين أو بنية المدينة الإسلامية. التغير ده شفناه إزاي؟ زي ما قلت لحضراتكم، شفنا تغير لعلاقة المسجد ودار الإمارة ومكانهم وتوزيعهم وحجمهم، والرمزية التي يحملها موقع كل منهم، الرمزية اللي بي بي بيرسلها لل 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 للمدينة. أنا لما بكون بتكلم عن علاقة السياسة بالعمارة، إحنا كنا بندرس علاقة الـ 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 أو الأدوار المشكلة، المفاهيم المشكلة للمنتج المعماري. كنا بنتكلم إن المنتج المعماري ده وظيفة، وفي كمان شق جمالي وفي شق، وبنقعد نتكلم بقى في الأمور دي. تخيل دلوقتي أنت عندك أداة اسمها العمارة والعمران، أصبحت تشكل ليست فقط، لا تمارس فقط دورها الوظيفي والجمالي، احنا دلوقتي بنتكلم عن إعادة تشكيل الوعي الجمعي للشعوب. أنا بعيد صياغة مفاهيم، ببث مجموعة من الرموز، بستخدم هذه المدينة بكل مكوناتها لتوصيل مجموعة من الرسائل المعينة، وبالفعل إعادة تركيب وصياغة مكونات المدينة بالفعل بتوصل هذه الرسائل. فهنشوف في المدينة الإسلامية لما نقلت، غيرت فقط موقع المسجد بعد ما كان المسجد هو قلب المدينة وأكبر مبنى فيها، لما رحت عملت دار الإمارة هي أكبر مبنى في المدينة وهي مركزها، بصورة تلقائية أنا بوصل رسالة جماعية لسكان المدينة، بقول لهم أنا دلوقتي أصبحت السلطة والقوة ومركز الثقل في هذه المدينة للسلطة السياسية أو لشخصي كحاكم الممثل في دار الإمارة. فهي هذه النقطة المفصلية كانت في عهد الدولة الأموية، وبدأنا نشوف مجموعة من الإجراءات. إحنا لسه متكلمين عن مستويات السلطة ما بين المجتمعي والسياسي، بدأنا نشوف بقى تعدي من هذه السلطة على ذاك. هنشوف بقى بعد ما كنا بنقول مثلا إن السكان لهم حق إقطاع مساكنهم يعني بالشورى بينهم، أو لهم حرية الاختيار في ده، بدأ الحاكم هو اللي يختار أماكن توزيع السكان، وبين قوسين كده حسب الولاء والانتماء سواء للدولة أو لشخص الحاكم. يعني أصبحت بقى أرتب الناس حسب درجات ولائهم، فالأقرب والأكثر ولاء هو الأقرب لدار الحكم أو دار الإمارة، ثم فالأبعد فالأبعد فالأبعد. ولك أن تتخيل ما يعنيه أصلا قياس درجات ولاء الناس. يعني فكر بقى وأطلق خيالك العنان زي ما أنت عايز، يعني إيه إن أنا أقيس درجة ولاء الناس وأعمل سلم هيراركي أصنف فيه الناس حسب درجات ولائهم، وده معناه إيه كقيادة سياسية؟ هنتكلم بقى دلوقتي عن أمثلة لبعض المدن الإسلامية التي أنشئت من الأساس، أنشئت من العدم بقرار سياسي. احنا قلنا إن في مجموعة من المدن، مدن نشأت بالتفاعل البشري الطبيعي بين الناس، ومدن اتخذ الحاكم قرارا بإنشائها. مثلا من المدن اللي أنشئت بقرار سياسي، وبرضه هرجع أكد احنا مش بنقول دي حاجة حلوة ولا وحشة، يعني ده جزء من طبيعة عمل الحاكم، وحتى الأحكام الفقهية العمرانية ادت له هذا الحق في أن يختار مكان مدينة ومكان، وحتى حطت له مجموعة معايير الاختيار، يختار موقعها فين، يرتفق بالناس ازاي، يحبب السكان في المجيء إليها ازاي، وما إلى ذلك. من اوائل المدن تقريبا بعد مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدن التي مصرت بقى في الجزيره العربيه، مدينه البصره، تلتها مدينه الكوفه، المدينتين في العراق. البصره طبعا كانت اول المدن الممصره خارج الجزيره العربيه، كانت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. الجميل في المدينة دي لما تقرأ المكاتبات بين سيدنا عمر ووليه، كان الوالي على المدينة آنذاك كان القائد
عتبة ابنه غزوان، مش عارفة يعني، أعتقد أنا قلت الاسم صح. لو كنت تقرأ المكاتبات ما بينهم يعني الحقيقة تجد الأمر يعني جدل وشيق جدا. يعني كان المكاتبات ما بين سيدنا عمر وما بين وليه على المدينة تتحدث في كل صغيرة وكبيرة تخص المدينة، بدءا من مكان إنشائها، أسباب اختيار الموقع، المواد البناء المستخدمة لبناء المدن، لبناء البيوت عفوا. يعني كان في مكاتبات بينهم، نبني بالطين ولا باللبن، اصل اللبن بيتحرق، نبني عفوا باللبن ولا بالقصب، اصل القصب بيتحرق فاحنا هنبني باللبن. حتى ادق القرارات المعماريه اللي اتخذت في المدينه كان في، يعني راينا عمليه التدرج ما بين السلطه المجتمعيه، الوالي اللي بياخد راي السلطه المجتمعيه ثم يرسل برايهم للخليفه الحاكم الاكبر، ثم الخليفه بيرد عليه وما الى ذلك. حتى في الكتب التاريخيه بيقولوا جمله كده، يقول لك انه ما كانوا يعني في، مش فاكره النص يعني، انما ان هو ما من امر الا وكان يرجع اليه فيه، تعود على سيدنا عمر رضي الله عنه يعني. فاحنا هنا بنشوف مثال، وانا بقول لحضراتكم انا يعني مش هقيم، مش هقول ده حاجه صح ولا غلط، لكن احنا بنفند قلنا عندنا في الاول الكريتيريا بنقيس عليها. السلطه المجتمعيه قالت هعمل ايه، السلطه السياسيه هنا قالت هعمل ايه. في البصره السلطه السياسيه اختارت موقع المدينه، اختارت مكان المسجد، نواة المدينة وقلبها كانت المسجد الكبير. ثم كان في القبائل اللي كانت موجودة ساعتها، هي كل قبيلة اختارت المكان اللي هتختط فيه، وزي ما قلنا انه بدأ يبقى في بينهم وبين بعض نقاشات، على سواء على مستوى السلطة التنفيذية او السلطة السياسية الأكبر الحاكمة، عن أدق التفاصيل العمرانية والمعمارية في المدينة. ثلاثها الكوفة برضو الفترة بينهم قصيرة جدا، وبرضو يعني نفس النهج اللي صار في الكوفة، اللي صار في البصرة كان في الكوفة أيضا. توقف دور السلطة السياسية عند اختيار الموقع واختيار قلب المدينة كمكان لبناء المسجد، وهو أكبر مبانيها. وكان هناك دار صغيرة، حتى ما كانتش حتى يطلق عليها دار إمارة بالمعنى المفهوم، كانت يعني ما يشبه ديوان لتيسير أمور المدينة ككل يعني. وكان بيت والي المدينة زي أي بيت موجود في أي مكان يعني. ثم ده مثال من أوائل المدن الإسلامية، البصرة والكوفة اللي هم أول مدينتين مصروا خارج الجزيرة. بعد كده هننتقل لمثال تاني في فترة لاحقة مش بعيدة قوي، وإحنا قلنا عن فترة الدولة الأموية، وقلنا إن هي دي الفترة اللي شهدت يعني النقطة المفصلية التي غيرت طبيعة نظام الحكم في الإسلام، وبناء عليها تغير تكوين المدينة الإسلامية. واحد من أشهر ولاة الدولة الأموية، وكلنا أكيد سمعنا عنه، الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف كان أصلا قاعد في، يعني كان موالي على البصرة، وكان في هناك ثورة قامت عليه، فاستقل بجنده عن المكان اللي حصل فيه الثورة والخلاف، اللي هم ما بين مدينتين البصرة والكوفة. استقل بجنده واختار موقع جديد تماما لبناء مدينة جديدة، وأسماها واسط، وهي موجودة في العراق. لكن الحقيقة الحجاج عمل حاجات في المدينة دي، يعني كان له السبق فيها، يعني هو كان له السبق في حاجات كتير. يعني هو كان عنده مشروع خاص جدا، مشروع يعني باللغة الحديثة مشروع إقصائي لكل مخالف ليه يعني. فالحجاج في هذه المدينة أولا طبعا خد قرار إنشاء مدينة جديدة ليستقل بجنوده عن المدينة الأخرى اللي كان فيها ثورة، ثم انتقى سكان مدينة واسط ممن لهم ولاء للدولة الأموية اللي هو طبعا والي من ولاتها. فأنا أصبحت هنا كده يعني بقيس درجات ولاء الناس قبل ما تيجي تسكن في المدينة،
وتحت دي بقى يعني يعني ضع ما شئت من خطوط يعني. بعدين طبعا برضو أنشأ سور خارجي للمدينة، مفهوم إنه هو عايز يحمي المدينة خارجيا وما إلى ذلك. بعدين عمل حاجة ما قبل واسط ما كانتش موجودة أبدا، ما قبل واسط كانت المدينة الإسلامية زي ما قلت في الأمثلة السابقة وقلت في الأول، قلبها ومركز الثقل الأساسي فيها هو المسجد، السلطة الدينية تعلو السلطة السياسية، السلطة السياسية تتبع السلطة الدينية. في واسط بدأ الحجاج أنشأ دار الإمارة الخاصة به في قلب المدينة، تتجه إليها الأربع شوارع المختلفة للمدينة تصب في دار الإمارة، جعل مساحتها مساحة دار الإمارة أكبر من المسجد الجامع. ودي كانت أول مرة تحصل في مدينة إسلامية ما قبل واسط، كانت دايما المسجد الجامع هو أكبر مباني المدينة. وأنا قلت لحضراتكم إن ده له رمزية كبيرة وله رسالة كبيرة، فأنا بتكلم هنا حتى المصطلح ده بيستخدم حديثا، احنا دايما بيقولوا الأذرع، استخدام الأذرع لخدمة السياسة أو الأذرع السياسية التي تخدم السياسة. أنا دلوقتي بتكلم عن تكوين معماري وعمراني استخدم كذراع للسياسة أو يعني رسالة رمزية تريد القيادة السياسية أن توصل بها، أن توصلها إلى عامة الشعب، وهي أن دفة الحكم انتقلت، مركز الثقل تغير، قلب المدينة الآن هو دار الإمارة، أكبر مدن أكبر مبانيها هي دار الإمارة، المبنى الرئيسي والذي تصل إليه جميع شوارع المدينة هو دار الإمارة. إذن أنا أتحدث عن المبنى الأهم، إذن السلطة الأهم وهي السلطة السياسية وليست السلطة الدينية. بعد واسط، إحنا واسط بدأت تعتبر إن هي يعني بداية هذا التعبير الصريح عن الميول الدفاعية والرغبات التأمينية اللي تعلو على أي هدف آخر، اعتبرت إن واسط يعني بداية صريحة لإظهار هذه الرغبة. بعد كده وصلنا لمدينة بغداد، اللي كتير جدا من القراءات التاريخية بتعتبر إن بغداد يعني هي خلاصة التجربة العمرانية الإسلامية. بغداد اتخذ قرار إنشائها بقرار سياسي، تمام، كان الخليفة المنتصر هو بانيها، يقال حتى في كتب التاريخ إنه هو من اختطها مدورة، يعني حتى دايما من يعني من باب الطرافة كنا بنقول إن لازم نعتبره من ضمن المعماريين، ما هو اللي رسم من ضمن المخططين، يعني ما يعني واحد من أوائل المخططين الإسلاميين، ما هو اللي رسم تخطيط المدينة، هو اللي صنع هذه التقسيمة زي ما حضراتكم شايفين. بغداد كانت بتكون من كان بتحمل 3 أسوار داخلية، المدينة لها سور خارجي وحتى يسبقه كمان خندق مائي للحماية الخارجية، ثم داخل المدينة شفنا سورين تانيين غير السور الخارجي. طب ال2 أسوار اللي جوه دول بيفصلوا من مين؟ يعني أنا عملت سور وخندق مائي وفي رحبة كمان بعد السور اللي هي المكان الفسيح برضو لأغراض تأمينية لحماية الحاكم من الخطر الخارجي. طب الخطر الداخلي دلوقتي أنا ليه عندي 2 أو الاتنين سور السورين الزيادة اللي جوه المدينة؟ مبرر قوي جدا أو إظهار لفكرة التوجس من الخطر الداخلي. في الصورة المتخيلة زي ما حضراتكم شايفين، الكتب التاريخ بتقول إنه مسجد إنه بغداد عفوا كانت قلبها القصر الحاكم، وطبعا برضو كان المساحة الأكبر، قلنا خلاص دي سنة استناها الحجاج وتلاه من بعده. يعني قلب المدينة كان دار الإمارة أو القصر الحاكم، ثم يليه رحبة يعني أرض فراغ ما فيش فيها أي سكان، ثم سكان ثم سكن لأولاد الخليفة وحاشيته. احنا بنتكلم هنا على فكرة عن خلافة عباسية واللي قبلها كانت خلافة أموية، فاحنا بنتكلم عن تغير لدولة من دولة لأخرى، ف يعني حاجة كده بقت أشبه بالعرف التاريخي إنه أي حكم جديد لازم يعمل عاصمة جديدة، ما فيش حاكم جديد يخش على عاصمة اللي قبله.
الحاكم الجديد بفرش جديد، يعني بعاصمة جديدة. اللهم صل سيدنا محمد. قلنا ان وسطها كانت دار الإمارة والقصر، تليها سكن اولاد الخليفة وحاشيته، ثم سور، احنا كده بنفكر من جوه لبره، ثم سور، ثم الطبقة الموالين، وطبقة الجند، وطبقة الحاشية وما إلى ذلك، ثم سور، ثم الطبقة السكنية. حتى في خلافات في الكتب التاريخية ما بين توزيع القطاعات اللي كانت جوه بغداد، الاختلاف حتى ما بين القراءة دي ودي بيتكلم في عدد القطاعات السكنية، لكن متفقين على انه كان في 3 أسوار، وانه كان من قصر الحاكم لحد القطعة السكنية الأخيرة بره بيفصلوا سورين ورحبة. ايضا كانت حتى مكان الاسواق، احنا قلنا ان السلطه الحاكمه لها ان تحدد مكان الاسواق في الحكم العمراني، في الفقه العمراني عفوا. حتى مكان الاسواق ده قام الخليفه بتغييره اكثر من مره، يعني كان مره دخله جوه المدينه، بعدين خاف ان يكون في جواسيس او حد يترصد من اتباع الدوله الامويه داخل السوق، فراح مخرجه بره اسوار المدينه. يعني حاجات تشي كلها بأن الفكرة الأمنية والهاجس الأمني كان هو المسيطر الأكبر طوال فترة الحكم. ثم شايفين حضراتكم في خريطة تانية بعد بغداد، برضو لأهداف سياسية لها علاقة برضو بالثورة داخل بغداد. كان ساعتها الخليفة هو المعتصم، احنا بنتكلم بقى عدت كذا كذا فترة حكم، يعني كان الخليفة المعتصم كان بيستكثر جدا من الجند وحتى الترك يعني، وكان الناس تأففوا من كثرتهم في المدينة، حتى بدأوا يشتكوا للخليفة انه بدأ عدد الجند يفوق عدد السكان، وانه حتى بقى في أطفال بتموت تحت ركب الخيل وما إلى ذلك يعني. فحاجة طريفة بس يعني قرأتها، كان بيقول ان هو في سكان المدينة لما حبوا، لما تأففوا من الوضع ده، اشتكوا للخليفة المعتصم، اشتكوا له من كثرة الجند، فقالوا له يعني خذ جنودك وارتحل عن المدينة، يعني سيب المدينة وامشي. فهو قال لهم لا، فقالوا له والله ان لم ترتحل عنا حاربناك بدعاء السحر. فقال لهم إذن ارتحل، وخد جنوده وخاف من دعاء السحر ومشي، يعني سحر وقت إجابة الدعاء يعني. فنشأت لنا مدينة تانية زي ما حضراتكم شايفينها في الخريطة، اللي هي مدينة سامراء أو سرة من رأى، ده التركيب الأصلي ليها، على نهج بغداد، وأصبح زي ما قلنا خلاص بقى في نهج متبع، المدينة بتتبع أسس تأمينية ودفاعية من الخطر الداخلي تكاد تفوق الخطر الخارجي. فهو خرج من بغداد برضو بالجنود وأسس مدينة جديدة اللي هي سامراء، ومنها جالنا هنشوف فيما بعد سامراء دي أو سرة من رأى، جالنا منها حاكم في مصر، وتأثر بعمارتها وعمرانها. ننتقل بقى ل يعني عندنا بقى شوية، ننتقل للمدينة الإسلامية في مصر. الحقيقة المدينة الإسلامية في مصر شهدت يعني تدرج، شهدت كذا مدينة عاصمة، كل منهم كانت عاصمة لدولة مختلفة، زي ما قلنا دولة جديدة إذن عاصمة جديدة على طول، ويا حبذا كمان لو حرقنا وخربنا العاصمة اللي قبل كده يبقى أحسن عشان ننسي ذكرها تماما. كلمت حضراتكم في الأول عن الأهداف الدعائية للسياسة، وإزاي العمارة والعمران بتخدم الهدف الدعائي أو بتوظف لخدمة الهدف الدعائي. فكان واحد من أكبر الأهداف الدعائية لقيام أي دولة جديدة إن هي بتقيم عاصمة جديدة تمحي وتنسي الناس ذكر العاصمة القديمة. عندنا في مصر شهدنا الأول الفسطاط، ودي كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت يعني كان وليها سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان أول خروج طبعا الفتح، بعد الفتح الإسلامي لمصر، يعني كانت أول مدينة تنشأ، مدينة إسلامية تنشأ في مصر. هنتكلم الأول عن الفسطاط، ثم العسكر، ثم القطائع، ثم القاهرة. الفسطاط زي ما قلت اختيار موقعها حتى كان
ما بين برضو مكاتبات ما بين سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عمر بن الخطاب، بدءا من اختيار الموقع. سيدنا عمرو بن العاص لما جه مصر كانت الإسكندرية قائمة بالفعل، وكان في مجموعة من الحصون الإغريقية موجودة، حصن بابليون وما إلى ذلك، فهو أراد إن هو يستفيد بعمران المدينة القائم اللي موجود من الأول. فأرسل لسيدنا عمر وقال له إنه في مدينة بسكانها، يعني بيقول له يعني مبان أو سكن كفلناه، يعني مش هنحتاج إن احنا نبني جديد يعني. فسيدنا عمر ساعتها أرسل له بيقول له هل يفصل بيني وبين المسلمين ماء؟ فسيدنا عمر قال له نعم إذا جرى نهر النيل. فقال له اختر موقعا لا يفصل بيني وبين المسلمين فيه ماء، يعني لما يحب يجي للمدينة الإسلامية دي ما يكونش فيه عبور للماء. هو لو راح اسكندرية كان ماء النيل لما يفيض يبقى يفصل ما بين شقين البلد، وهو أصلا يعني عايز يوصل بدون ما يقطع هذا الماء يعني. فبالفعل تم اختيار موقع الفسطاط، وحتى اختيار موقع الفسطاط له دلالة كبيرة جدا على الأيديولوجيا التي حكمت هذه المدينة. الفسطاط حتى للي يروح دلوقتي هيلاقي ان الفسطاط في قلب المدينة، يعني احنا بنروح دلوقتي مسجد عمرو بن العاص جنبيه على طول الكنيسة المعلقة لو انا يعني متذكرة الاسم كويس، وجنبيها على بعد خطوات المعبد اليهودي، فحتى بيسموه مجمع الأديان. فاختيار الموقع له دلالة كبيرة جدا. هذه العقلية الحاكمة للفسطاط جاءت بأيديولوجيا أو دوافع سياسية انفتاحية، هي تريد أن تنفتح على ما يجاورها من مدن، تريد أن تنشر الدعوة الإسلامية للبلد الجديدة اللي هي داخلها. فبالتالي فكرة إقامة سور يحيط بالمدينة كان يتنافى بالبداهة مع نشر الدعوة والدعوة للدخول في الإسلام يعني. فبالتالي هذه المدينة حملت بالأيديولوجيا التي بنيت على أساسها، وهي الفكر الانفتاحي الداعي، التواصل مع ما يجاورها من مدن، دخول وخروج الناس من المدينة. بالعكس ده كان أمر مطلوب ومرغوب إن أكبر قدر ممكن من الناس تدخل إلى هذه المدينة وأكبر قدر يخرج، ويتم نشر الدعوة الإسلامية الجديدة في ذاك الوقت. أيضا اختطاط المدينة كان أمر تابع تماما لسكان المدينة، حتى كانوا بيختاروا من كل قبيلة، وشخص بيختط حسب القبائل وبطون القبائل وما إلى ذلك. يعني السلطة المجتمعية تغلبت بشكل كبير جدا في الفسطاط، دور السلطة السياسية توقف عند اختيار موقع المدينة وبناء المسجد الجامع الذي هو نواة المدينة. احنا بنتكلم عن حاجة سابقة لواسط، احنا بنتكلم دلوقتي في عهد سيدنا عمرو بن العاص وعهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم انتقلنا لمدينة أخرى، الدولة الأموية بعد فترة الخلافة الراشدة وبعد قيام الدولة الأموية بقى عندنا حكم جديد، أنشئت أيضا له مدينة جديدة وهي العسكر. المدينة دي بدأت برضو تأخذ بقى النهج الدفاعي أو النهج العسكري، هي حتى كان بيشار إليها إن هي يعني ما يشبه ضاحية كبيرة للعسكر والجند أكثر من إنها تكون مدينة يعني. وهنشوف بعد كده إزاي المدينة دي في الآخر بدأت تلتحم مع ما قبلها، رغم إن هي كان مع ما سبقها، رغم إن هي كانت يعني أنشئت لغرض غير هذا. هي كان يراد بيها إن هي تكون معزل للجند عن أو العسكر عن مدينة الفسطاط. ثم انتقلنا لمدينة ثالثة اللي هي برضو كانت جات بعد حكم جديد، حكم والي من ولاة العباسيين أحمد بن طولون. وأحمد بن طولون ده نشأ أصلا في مدينة سامراء، كنا اتكلمنا عن سامراء من دقائق قليلة، وهو حتى تأثر بعمارة سامراء حتى بنى فيها مسجد أحمد بن طولون الشهير حاليا ذو القبة الملوية الشهيرة جدا. والقبة دي كانت عفوا المئذنة، ذو المئذنة الملوية الشهيرة، والمئذنة دي تطابق المئذنة الملوية اللي موجودة في مدينة سامراء. فهو يعني حمل إرثه وتاريخه القادم بيه من سمراء، وأعاد تكوينه وأعاد صياغته في القطائع.
نفس ما انطبق على العسكر انطبق على القطائع، كانت برضو مدينة مخصصة لسكن الجنود، الحاكم وجنوده وحاشيته، يقال حتى انه كان العامة يمنعون من دخول القطائع. بعدين وصلنا بقى بعد القطائع، هننتقل ل انا عمال اعيد الكلام، حكم جديد، الدولة الفاطمية، لا هنسكن في الفسطاط ولا هنسكن في العسكر ولا هنسكن في القطائع، حكم جديد، اذا ستؤسس عاصمة جديدة. يعني خلاص القاهرة الحقيقة مثال يعني شديد الوضوح والثراء على فكرة العاصمة الملكية او فكرة المدينة الملكية، المدينة التي تحوي الملك ولا تحوي احدا سواه. القاهرة اللي يفرق القاهرة عن العسكر والقطائع وخلى يعني العسكر والقطائع ملهمش العمر الطويل اللي كتب للقاهرة، العسكر والقطائع فيما بعد التحموا كل العسكرية خلاص برضو التحمت بالمدن بعد بالمدن اللي جنبيها بعد كده. القاهرة اللي يمكن يفرقها إن هي كانت منذ قرار إنشائها محملة ب ايديولوجيا سياسيه ودينيه واضحه جدا. احنا عارفين ان الحكم الفاطمي كان حكم شيعي، فاراد ان يتخذ المكان اللي يكون يعني من حيث الموقع، من حيث الموارد، اللي يكون يعني نقطه انطلاق قويه لاحلامه التوسعيه في نشر المذهب الفاطمي، او في عفوا في نشر المذهب الشيعي. الدولة الفاطمية ما كانتش دولة منغلق تريد أن تنغلق على نفسها، كان عندها رغبات توسعية كبيرة جدا. وبالمناسبة اللي جاء من الدولة الفاطمية كان أصلا يعني مؤسس الخليفة، مؤسس الدولة الفاطمية أسست في البداية زي ما احنا عارفين في الجزء شمال أفريقيا لتونس حاليا، أنشأ مدينة اللي هم جم منها اسمه عبد الله المهدي، مدينة اسمها المهدية منسوبة لاسمه. حتى تاريخ إنشاء هذه المدينة برضو انطبق في يعني ينطبق عليها تقريبا كل ما سنراه ينطبق على القاهرة. يعني هي يعني تاريخ بيعيد نفسه، أو سنة يستناها الحاكم فيسير عليها من بعده. يعني هو كان الحكم الفاطمي كان في مدينة اسمها زويلة، ثم انتقل عشان لما حب يأسس دولة فتية جديدة أسس مدينة جديدة جنب زويلة وسماها المهدية، وكان فيها أمر غريب جدا. المهدية دي، المهدية كانت تحوي قصر الحاكم والأسواق، طبعا قصر الحاكم وحاشيته خلاص وأبناءه وما إلى ذلك، والأسواق ومحاطة بسور، وعلى بعد مسافة يعني مسافة ليست بسيطة مدينة زويلة اللي هي مدينة العامة. فكان الناس بينتقلوا من زويلة بالنهار يروحوا للمهدية لتجارتهم ولأسواقهم، ثم بالليل يمشوا من المهدية وتغلق وراءهم الأسوار ويرجعوا لسكنهم فين؟ في زويلة. فالناس اشتد عليهم الأمر وشق عليهم الأمر واشتكوا إلى الخليفة عبد الله المهدي، قالوا له إن الارتحال ده يشق على رعيتك، الناس ساكنة في مدينة والأسواق والدكاكين في مدينة أخرى، ويوميا بيرتحلوا ما بينهم. فهو الحقيقة أجابهم إجابة يعني تكاد تكون يعني بليغة ومعبرة ومختصرة لطبيعة الأيديولوجيا السياسية الحاكمة. هو بيقول لهم إن إذا كان ارتحالهم كل يوم ده ما بين المدينتين مشقة لهم، فهو راحة لي، فأنا بالنهار أفرق بين أموالهم وبيوتهم، وبالليل أفرق بين أهلهم وأموالهم، فآمنوا غائلتهم في الليل وفي النهار. يعني بالنهار هم في المدينة الكبيرة والأسوار مقفولة وبيبيعوا ويتاجروا، وأهلهم في زويلة فما يقدروش يثوروا عليا لأني ممكن أروح يعني أبيد أهلهم، وفي الليل هم نايمين مع أهلهم بس أسواقهم وتجارتهم أنا قافل عليها بالسور. إذن أنا ضمنت ألا يعني يفكر هذا الشعب أبدا في ثورة عليا، لأني يعني أفرق بين أموالهم وبيوتهم، فآمنوا غائلتهم بالليل والنهار، غائلتهم يعني قيامهم أو ثورتهم أو غدرهم أو ما إلى ذلك يعني. فهذا الفكر الحاكم في المهدية هو الذي جاء
إلى القاهرة بذات الأيديولوجيا، بذات الفكر الحاكم، بذات النسق الحاكم، ليؤسس عاصمة ملكية جديدة بعيدا عن كل العواصم السابقة، واختار القاهرة، أسست كعاصمة ملكية تماما تحوي قصر الحاكم، ومحاطة تماما بسور. الدولة الفاطمية بقى، الإضافات بقى اللي ضافتها الدولة الفاطمية عما سبقها من مدن ملكية. الحقيقة الدولة الفاطمية كانت عبارة عن يعني آلة دعائية متحركة، كان الجزء الدعائي وجزء الرسائل الرمزية وإثارة الوجدان كان في أعلى صوره عند الدولة الفاطمية، وبدليل إن إحنا لسه حتى الآن عايشين على إرث الدولة الفاطمية، الإرث الدعائي بتاع الدولة الفاطمية. يعني إحنا حتى الآن عندنا لسه فانوس رمضان، مش عارفة مولد النبي، الحاجات دي كلها من موروثات الدولة الفاطمية، وهي الحقيقة كانت ناجحة جدا في الجزئية دي، يعني بدليل إنها لسه مستمرة بعد كل هذه القرون. فالدولة الفاطمية كان عندها هذه الرغبة الدعائية، هذه الأهداف الدعائية لنشر الفكر الشيعي أو المذهب الشيعي، فصمموا مدينة القاهرة بما يتناسب ويخدم هذه الأفكار الدعائية. فأنشأوا مثلا، هو عايز يمشي الخليفة، عايز يمشي في موكب بين الناس، والناس كلها تطلع تمشي وراه وتحييه وما إلى ذلك. فهو شاف إنه ما فيش طريق حتى يصلح إنه يعمل فيه موكب، فأنشأ طريقا خاصا بنسميه القصبة في القاهرة. الطريق ده كان منشأ بهدف سير الموكب الملكي فيه واحتشاد الناس حوله وما إلى ذلك. فالقاهرة صممت يعني بدءا بقرار إنشائها، وحتى آخر يعني قرار فيها كان لخدمة الهدف السياسي. وطبعا أحيطت بسور، وبدأ الناس في مصر يسموها مصر المحروسة. احنا حاليا لما بنقول مصر المحروسة، في ناس بتعتقد ان اصل التسمية ده يرجع لان مصر محروسة ربانيا، يعني ربنا حارسها. لا، الحقيقة مش ده اصل التسمية، رغم ان مصر ليها يعني مآثر اخرى في ذكر دينيا يعني، لكن في فكرة مصر المحروسة لا، ما كانش ده أصل التسمية. وأصل التسمية يرجع إن الناس اللي كانت ساكنة بقى، عامة الشعب اللي ساكنين في التحام المدن السابقة، كانوا بيقولوا إن دي بقى مصر المحروسة، المحروسة بسور، المحاطة بسور. فالتحام المدن الثلاثة السابقة، العسكر الفسطاط والعسكر والقطائع، مثل لي هي دي المدينة اللي فيها الناس عايشة، وفيها الأسواق وفيها التجارة. ثم بقى عندي القاهرة الملكية المصورة بسور اللي فيها الحكم وإدارة الدولة. فأصبح عندي ما يشبه عاصمتين في مصر، بنطلق عليها القاهرة، أصبحت هي العاصمة السياسية أو العاصمة الإدارية، المكان اللي بيدار منه الدولة، والتحام الثلاث عواصم السابقة الفسطاط والعسكر والقطاع، أصبح عندي ما يطلق عليه العاصمة المتروبولية أو العاصمة التجارية. أصبح عندي عاصمتين، واحدة لمعايش الناس وتجارتهم، وواحدة لإدارة السلطة السياسية. ثم بعدين زي ما شايفين حضراتكم في الخرائط، بدأ زي ما قلنا تلتحم الثلاث عواصم، والقاهرة لسه مغلقة، حتى جاء الحكم الأيوبي. ملاحظين احنا دلوقتي النقلات، طبيعة المدينة وطبيعة العمارة وطبيعة العمران بتتغير بتغير شخص الفرد الحاكم، وأيديولوجيا وفكر وتوجهات الشخص الحاكم. لما جاء الحكم الأيوبي أو الدولة الأيوبية، على العكس تماما، الدولة الأيوبية كان عندها مشروع دفاعي واضح خارجي وليس داخلي. كان ساعتها عندنا مشروع دفاعي كبير جدا من الهجمات الصليبية، فأنشأ صلاح الدين قلعة الجبل، أو القلعة الشهيرة حاليا، لتكون هي حماية للجند وإدارة الدولة. وأراد هو بقى أن يذوب هذا الاتجاه الغالق للقاهرة، فسمح للناس بدخول القاهرة وبناء مبانيهم، وبدأ السور بتاع القاهرة اللي بيحط بيها من كل ناحية بدأ يذوب ويتفاعل ويدخل من ضمن المدن الثلاثة. فبدأت تندمج عندي بقى القاهرة الكبيرة تماما
اللي هي قاهرة الفاطميين والفسطاط والعسكر، بدأ كل ده يلتحم ويكون مدينة كاملة. لكن مقر الحاكم في قلعة الجبل، وحتى هذا القرار بتذويب المدن كلها مع بعض أيضا كان قرار الفرد الحاكم أو الشخص الحاكم. نتفق بقى نختلف، لا هنا بقى كان عامله، اصل هنا كان بيدافع عن العدو الخارجي، انما ده بيدافع عن العدو الخارجي. زي ما قلنا احنا بنقر الحقائق التاريخية، والحقيقة هي شرح نفسها بنفسها، يعني مش محتاجة حتى ان احنا نقول ده كان عمل صح وده عمل غلط. زي ما حضراتكم شايفين اتكلمنا عن مجموعة كبيرة جدا من المدن الإسلامية في مصر وبره مصر، أقرينا الأحكام الفقهية العمرانية التي اتفقت عليها الجماعة الإسلام، المجموعة الإسلامية، الناس المسلمين اللي اتفقوا عليها. ولو تلاحظوا حضراتكم هنا، أنا عملت تشيك ليست ما بين أبين كل مدينة، حطيت معايير الاحتكام أو معايير الفقه العمراني وقارنتها في كل مدينة، وشفنا كام مدينة حققت هذا المعيار وكم مدينة لم تحققه، عشان نوصل في النهاية لنتيجة. الحقيقة دايما لما بنقول ان احنا بندرس المدينة الإسلامية، يعني دايما ايه ينزغ لينا كده، انه بناخد خز كده انه انتوا بتنظروا اليها نظرة عاطفية، او انتوا بتقيموها تقييم عاطفي. لا ابدا، بالعكس، احنا يعني الجدول ده ابسط مثال وحاجة شارحة نفسها، يعني بتقول انه تاريخ المدينة الإسلامية رغم يعني متانة وثراء وأصالة الفقه العمراني اللي حكمها، إلا أنه في معظم حالات المدن الإسلامية لم تتبع هذا النسق الواضح الموزع للسلطات، وفي معظم الأحيان كانت السلطة الفردية أو الميول الفردية لشخص الحاكم تطغى على السلطات المجتمعية كلها. وهنشوف حتى انه يعني من القراءة النظرة السريعة للجدول، انه الفترات اللي اتسق فيها القرار السياسي مع الأحكام الفقهية المنظمة كانت فترات صغيرة جدا وضئيلة جدا في عمر الدولة الإسلامية، اللي بنسميها بقى الحكم الراشد أو الفترة الراشدة، اللي حتى بنقدر نقول إن هي كانت بداية الحوكمة، يعني أو أسست لفكرة الحوكمة الرشيدة فعلا. بنشوف مثال ليها، لكن كان مثال خاطف وسريع جدا. فبعد ده كله نقدر نخرج بمجموعة من النتائج بتبين إمتى القرار السياسي اتخذ بناء على أهداف سياسية، أهداف جيوسياسية، أهداف تأمينية، أهداف دفاعية، وإمتى العكس تماما، إمتى كان الهدف الخطر الداخلي كان يعني يحتاط له أكثر من الخطر الداخلي. شفنا مستويات السلطة ما بين المجتمعي والفقهي، وإمتى السلطة المجتمعية تغلبت وإمتى السلطة السياسية تغلبت وإمتى تساووا. شفنا أيضا مجموعة العوامل الحاكمة اللي كانت بتحكم العقلية الحاكمة وهي بتتخذ حتى قرار تأسيس المدينة وأسباب تأسيسها، وإن كانت أسباب تصب في مصلحة المدينة أم تصب في مصلحة حاكم الدولة. نقدر نخرج ب يعني مخطط سريع جدا كده، مايكرو ليفل، لعلاقة السلطات الحاكمة أو السلطات التي تحكم المدينة الإسلامية، السلطة السياسية والسلطة المجتمعية. احنا بنقول إنه الحالة المثلى، بنتمنى بس إنه السلطة السياسية تتساوى مع السلطة المجتمعية. شفنا نماذج لمدن السلطة السياسية توغلت على السلطة المجتمعية وأخذت من أدوارها وأضافتها ليها، وشفنا حالات فاقت المثالية كانت السلطة المجتمعية فيها هي المسيطر وهي صاحبة القرار الأكبر، ودور السلطة السياسية صغير وضئيل جدا. لكن زي ما أشرنا، دي كانت فترات قصيرة جدا في التاريخ الإسلامي. في النهاية يعني بحب إن أنا زي نشاط كده عشان الموضوع ما يتحولش لي رص وتلقين، يعني حتى لما بكلم طلبة في الموضوع ده بحب أعمل معاهم النشاط ده. يعني أنا بقول له تخيل إنه إحنا بنقول وجهين لعملة واحدة، تخيل إن أنا عندي العمران والسياسة دول وجهين لورقة واحد. فأنا بقول وأطلب من حضراتكم برضو لو حد حابب بعد المحاضرة يتسلى بحاجة زي كده، يعني
لو هيمسك ورقة والوجه الأول ليها هيتخيل نفسه حاكم لمدينة، أسس مدينة جديدة على بياض، وهو الحاكم، هو حاكم هذه المدينة، وهيكتب على الورقة من فوق إنه ده هيخطط هذه المدينة تخطيط يعني بين قوسين كده ديمقراطي. يعني أنا الألفاظ دي يعني بما إنها تسميتي فمش مش أصر يعني ولا أجزم بإنها صحيحة 100%. يعني هتخيل إن أنا هصمم مدينة بتصميم ديمقراطي من واقع حتى القراءات اللي قرأناها كلها، عشان نأكد فكرة إن القراءة التاريخية ما بتتقفلش بعد ما نخلص، ما بنقفلش الصفحة ونقوم، إحنا بنطلع منها بحاجات كتيرة بتستمر معانا وبنبني عليها مستقبلا. فتخيل حضرتك إن أنت كحاكم هتبني، هتخطط مدينة وفقا لمعايير الفقه العمراني الحاكم، انت عارف دورك كسلطة سياسية، عارف وظيفتك اللي هي وظيفة تيسير امور الناس لا اكثر من ذلك ولا اقل من ذلك، وهتخطط مدينة على هذا الاساس. ثم اقلب وجه الصفحة الاخر واكتب من فوق عنوان التخطيط الاستبدادي، ودي برضو يعني هحطها بين قوسين. وعايزة حضرتك برضو تتخيل على الوجه الاخر من ذات الورقة انه حضرتك انه حضرتك حاكم المدينه، لكن عندك هواجس امنيه كبيره جدا، عندك تخوفات من سكان المدينه نفسهم، يعني امور حكمك مش مستقره وثابته. فعايزه حضرتك تتخيل هتخطط المدينه على اي اساس، وهل في الاخر الوجه ده هيبقى زي الوجه ده لما خططت المدينه تخطيط زي ما لما انا شفت عندي الفسطاط وشفت القاهرة، هل تخطيط حضرتك على هذا الوجه هيكون نفس تخطيط الوجه الآخر؟ يعني هكون متشوقة جدا ان انا لو شفت الناس هتفكر ازاي. انا شخصيا لما بطلق لخيالي العنان يعني الورقة دي بعمل فيها حاجة والورقة التانية بعمل فيها حاجة تانية خالص، او نفس الورقة لكن لكل منهم وجه آخر. فهل العمران والسياسة ينفع نشوفهم وجهين لورقة واحدة؟ ده سؤال يعني أو نشاط فيما بعد. في النهاية حبيت إن أنا أذكركم بمقولة لتأصيل لعلاقة العمران بالسياسة من مقدمة ابن خلدون الشهيرة الغنية عن التعريف. ابن خلدون كان ليه أطروحة عميقة جدا ومن أوائل الأطروحات المؤسسة لفكرة العمران البشري وعلاقته بالسلطة الحاكمة، وكان يعني أنا حتى يعني بحثت في الموضوع ده وكان له نصيب كبير عندي في رسالة الماجستير. كنت حابة إن أنا أربط الجزء التحليلي بجزء فلسفي. فابن خلدون في مقدمته بيقول: الدولة دون العمران لا تتصور، والعمران دون الدولة والملك متعذر. هو بيقول إن العمران والسياسة لا يمكن أن يفترقا، وأن عمران بدون سياسة لا يكتب له الاستمرار، وسياسة بدون عمران وعمران بدون سياسة لا يكتب له الاستمرار. وبيقول أيضا في إشارة أخرى لطبيعة السلطة الحاكمة: الظلم مؤذن بخراب العمران، الظلم مؤذن بخراب العمران. وكان عنده ربط حتى بقوة الدولة، قوة الحكم السياسي وعلاقته بقوة ومدى قوة عمران المدينة. وضرب حتى وحتى التاريخ على فكرة بيشهد يعني بصدق هذه الأطروحة في كثير من المواقف. يعني احنا كنا اتكلمنا عن المهدية وانه الدولة الفاطمية سابتها وراحت للقاهرة، المقر المهدية بعد ما كانت عاصمة وهجرت ولم تصبح عاصمة، كثير من القراءات ترى ان هي بدأت يندثر فيها العمران وتكاد يعني تتحول الى ما يشبه قرية بعد ما كانت مركز للسلطة الحاكمة لما السلطة السياسية هجرتها. وعشان ما حدش يقول ان احنا بنقرأ التاريخ فقط، يعني احنا بيفصلنا فترة زمنية كبيرة جدا جدا عن الفترات دي، لكن لا أظن أبدا انه
لا النسق الحاكم ولا طريقة التعامل ولا النسيج البشري الناتج عنها، لا أظن إن هو يفصله ذات القدر، بل يعني الواحد بيستغرب من مدى التشابه اللي نصل إليه في نقاط زي دي. يعني لك أن تتخيل مثلا وتقيس ذلك على الوضع الحالي، انظر إلى أي مدينة في بلدك إن كانت عاصمة وعلاقتها بالمدن الأخرى اللي على أطراف أو البعيدة عن مكان الحكم السياسي، لتجد إنه بطريقة أو بأخرى الأطروحة الخلدونية اللي من مئات السنين اللي بنهاجمها وبنقول عايزين نتخطى الفترة دي انطبقت على واقعك الحالي. فإحنا تفصلنا مسافة زمنية عن صحيح قرون عن تلك الفترات، لكن المسافة يعني العقلية والذهنية ليست بذاك القدر الواسع أبدا. إن شاء الله تكون محاضرة بسيطة وتكون حضراتكم استفدتوا، يا رب ما أكونش أطلت، وشكرا جزيلا لوقتكم وشكرا جزيلا لاستماعكم. وأنا مش حاطة نفسي يعني في مقام إن أنا بألقي محاضرة والناس بتسمع، خالص ده مجرد نقاش أو يعني عصف ذهني بينا جميعا. أتمنى لو حد يعني يثريني ويصحح لي ويفيدني ويزود معلوماتي أكون شاكرة جدا، وشاكرة جدا لوقتكم يعني. شكرا جزيلا. دكتور علي اتفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام شكرا أستاذ. جزيلا يا دكتورة. العفو شكرا جزيلا يا دكتورة مروة، باعتبار ما سيكون قريبا إن شاء الله الله. يعزك، إن شاء الله الله مستعان. وبوجه تحية لأخويا عمر على مجهوده الرائع، وأيضا وجود الله يخليك. البروفيسور جلال عبادة، أعطيه ألف عافية، وأخويا وحبيبي وأستاذنا كلنا بروفيسور أيمن إسماعيل اللي وحشني جدا جدا. ربنا يعطي لكم كلكم الصحة والعافية يا رب، وإن شاء الله يكون المسؤولية كبيرة عليا والله. الظروف السياسية والعمرانية تسمح لي بإني ألتقي معاكم كلكم إن شاء الله قريبا. يا ريت يا دكتور. أنا الحقيقة مروة متأكد إن في ناس كتير جدا عايزة تسأل حضرتك أسئلة كتيرة على هذا الموضوع الثري، فأنا مش عايز أخد وقت إلا إن أنا أقول حاجات بسيطة جدا. واحدة منها ليها علاقة بالتساؤل المهم اللي حضرتك طرحتيه في الأول، الخاص بقيمة التاريخ وقيمة فهم التاريخ. وأنا بتحضرني هنا مقالة صغيرة رائعة كتبتها المرحومة المؤرخة والناقدة والكاتبة الفذة جانيت أبو لغد، كانت بتتكلم فيها على إن التاريخ هو تفسيرنا المعاصر لما حدث. فهي تقصد كما طرحتي حضرتك إن إحنا حتى قراءتنا للتاريخ قراءة بتنتج من فهمنا المعاصر، بتنتج من صحيح متغيرات جديدة، وبالتالي حتى التاريخ نفسه بيتحول إلى منتج ديناميكي. فكرة إن التاريخ قطعة أثر بننظر إليها تجاوزناها جدا، وخاصة عندما يصبح التاريخ في مجموعة من الجوانب اللاملموسة. في هذه الحالة هذا الجانب اللاملموس يستحق إخضاع الأفكار وإخضاع الفكر. أنا أيضا صحيح تمام. فخور جدا بحضرتك وفخور بالدكتور أيمن إسماعيل، إن إحنا جات لنا، اسمحي لي استخدم التعبير ده، جات لنا الجرأة في مصر إن إحنا نبدأ نتكلم على العمارة والعمران والسياسة. أنا من الناس اللي يعني واجهت صعوبات كبيرة جدا جدا زمان، من 30 سنة، أما بنتكلم مع أساتذتنا في العلاقة ما بين العمارة والعمران والسياسة فيقولوا لنا إيه العلاقة؟ ما رحتش ليه كلية العلوم السياسية؟ إيش دخل العمارة والعمران في السياسة؟ فأنا بعتقد إن جهد حضرتك مع بروفيسور أيمن هو إظهار لأن قضية العمارة والعمران، وزي ما حضرتك طرحتي في كتابات ابن خلدون، لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن السياق السياسي. يعني أي شخص يقول إن من بناء محطة أتوبيس إلى بناء عاصمة جديدة لا يوجد طرح سياسي وبعد سياسي لهذا العمل، أنا أعتقد إن هو يبقى بيغفل يعني إغفال شديد جدا لما معنى العمارة وقيمة العمارة وقيمة أيضا أو تأثيرها السياسي. أنا أيضا دكتورة مروة سعيد جدا بتجربتك
تجنب حضرتك ما أسميتيه المدخل العاطفي، وأنا موافق جدا. إحنا لفترات كبيرة جدا جدا انغمسنا في ما يمكن أن أسميه أنا الطرح العاطفي لمدن المجتمعات الإسلامية، وخاصة في قضية تحليل العلاقة بين الحاكم والشعب. لم نكن مدركين أن التحليل العميق اللاعاطفي الأكثر عقلانية لنسيج مدن المجتمعات الإسلامية يظهر نسق متكرر. حضرتك بينتي أمثلة عليه، أن الحاكم كان سعيد بالانفصال، أن الحاكم كان يدعي التواضع ويدعي التفاعل في الوقت اللي هو كان بيحاول بقدر المستطاع أن يكون بعيداً. تتأملي حضرتك في أمثلة من أول تونس، المهدي والمنصور، العراق، دمشق، القاهرة، كيفية تحرك مقار الحكام وتبدلها وتحولها. ده في قضية مثيرة جداً يا دكتورة، تحول القصر إلى قلعة، يعني أصبح مقر الحاكم قلعة داخل المدينة. فدي دي 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 أيضا. ثم حجم هذا القصر، إزاي القصر ده يبدأ يتضخم، وفي بعد كمان تاني تبوغرافيا دكتورة، إن يبدأ المقر ده يبقى هو الأعلى، هو اللي بيشرف على المدينة، هو اللي بيسيطر على المدينة. ده يربطنا كمان بكلام حضرتك الرمزي، إن في بعد رمزي وهو أنني الأعلى، أنني الأقوى، أنني الذي أراكم، أنا اللي تقريبا أنا اللي بمنحكم الحياة. صحيح. آخر نقطة يا دكتورة لها علاقة بفكرة الفارق ما بين المدينة في سياق المجتمعات الإسلامية وبين حالتنا المعاصرة، لأن إحنا في الوقت التاريخي، الأطر التاريخية اللي حضرتك طرحتيها معانا، إحنا بنتكلم أكتر على ما يمكن أن نسميه المدن المستقلة. يعني أنا بطلع من بغداد، بطلع للكوفة، أنا بطلع من القاهرة، بروح لدمشق. إنما إحنا الحالة اللي إحنا فيها دي يا دكتورة حالة الدول. لا يمكن حاكم يدعي الآن أنني أحمي مدينة، أنا مطالب أن أحمي مدينة. الجيش والحاكم مطالب أن يحمي دولة، مطالب أن يحمي حدود. إذا بدأت مدينة معاصرة تهتم بحماية مدينة، تدركي مباشرة أن كلام حضرتك سليم 100%، إن ده معناه إن إحنا بنتحول من الحكم الديمقراطي إلى الحكم الاستبدادي. وبالتالي يا دكتورة أنا بقول إن محاضرة حضرتك هي محاضرة كاشفة ومحاضرة هامة ومحاضرة تؤكد على أهمية فتح النقاشات الناقدة الفاحصة من أجل فهم أكثر عمقاً للماضي، وأيضاً إسقاطاً أفضل على تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل. وربنا يوفقك، وتمنياتي ليكي بأن احنا نحتفل بحصولك على الدكتوراه قريبا جدا إن شاء الله. وآسف على الإطالة، لأني متأكد أن في كتار عايزين يسألوا. شكرا يا فندم، شكرا يا دكتورة، وشكرا يا أخويا عمر. أنا شكرا جدا جدا يا دكتور. أنا ما أعرفش، أنا لو أعرف أن حضرتك ودكتور أيمن هتكونوا حاضرين كنت أحضر أفضل من كده. ده شرف ليا والله حضركم والأستاذ الجليل، ويعني أشكرك على ثناء حضرتك. أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا يعني بطرح نقاش أو مجرد قراءات، يعني عمرها ما توصل لتعمق قراءات حضراتكم، ويعني سعيدة أن حضرتك تفيدني وترد عليا وتثري وتفتح لي أفق جديدة. وشكرا جزيلا، يعني أنا اللي شكرا لوقت حضرتك جدا جدا جدا، وإحنا نتمنى نكون بس يعني تلامذة نجباء لحضراتكم جميعا. يعني شكرا جزيلا. المهندسة مارو كانت كاتبة إهداء للدكتور علي عبد الرؤوف في الرسالة بتاعتها، وفي طبعا ناس كتيرة كتبوا إهداء، كانت كاتبة إهداء للدكتور علي عبد الرؤوف أستاذ العمارة في جامعة حمد وعلى بلغ كرمه. ثانية واحدة، على بلغ كرمه ودعمه على المستوى الشخصي والأكاديمي وما أنداني به من مراجع وأبحاث كانت لها كبير الأثر، كانت لها كبير الأثر على إسراء محتوى البحث، مقدمة النموذج حيا للمعلم الحق والأستاذ الكبير الذي لا ينحصر عطاؤه على طلبته المباشرين حسب. ودلوقتي معنا الأستاذنا الكبير اللي هو كان مشرف على الرسالة، الأستاذ الدكتور أيمن محمد إسماعيل، أستاذ التخطيط والتصميم البيئي قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة الفيوم. تفضل أستاذ.
انا بقى ناطح والله بدون مبالغه وبدون مجامله، واساتذتي عارفين ذلك. يعني انا بمشي كده بين الناس، يعني بفتخر باللي انا تتلمذت على ايديهم، وبقى ناطح بين الناس بقول انا تلميذه الدكتور ايمن وتلميذه الدكتور علي وتلميذه الدكتور امير. يعني بحس كده ان انا عندي ميزه فوق الناس، ان انا تتلمذت على ايديهم. يعني زي ما حضرتك قرات ان انا، يعني صدق او لا تصدق بعد كل هذا، انا عمري ما تشرفت بلقاء دكتور علي، لكن كان بيعاملني معامله الاستاذ والطالب تماما كما زي اي طالب درسه طول عمره يعني. ودكتور ايمن ودكتور امير يعني كلامي فيهم هم نفسهم بيقولوا لي خلاص بقى يعني. فانا الحمد لله ده رزق كبير من ربنا وكرم وفتح من ربنا ان انا يشرفني حضور اساتذه زي دول، ويدوني من وقتهم انهم يسمعوا يعني لطالبه صغيره لسه يا دوبك بتبدا تفكر. يعني انا مش عارفه اوفي ده شكرا. يعني احنا شاكرين قوي يا دكتورة مروة، بحكم يعني ما سوف يكون قريبا ان شاء الله. وطبعا انا مش اول مرة استمع لمروة ولا اول مرة اتفرج على مجهودها، ودايما بتدرسني بقدرتها الفائقة على الثناء والاثراء، ونحن لسنا اعلم لذلك، بل هي صاحبة الجهد الاصلي في الموضوع كله، وهي التي كافحت وناضلت واصرت على مواقفها وما زالت تصر على ذلك. وطبعا اخي وصديقي وحبيبي يا دكتور علي عبد الرؤوف، اللي وحشنا جدا جدا جدا، ونفسنا نحضر محاضراته كما تعودنا واحنا صغيرين واحنا كبار، واحنا بنقرا لقراء لكتبه ولمقالاته دايما. فيعني اشكر بيه وجوده معانا النهارده، وهي مجرد ملاحظات عابرة يعني إنشاءة التدقيق، لأن سمعت أختنا مروة وهي بتقول إن مفيش مرحلة زمنية عدت إلا وكان كل حاكم بيحاول إن هو يعمل عاصمة جديدة أو مقر جديد للحكم. وأعتقد إن ده يعني كان ليه استثناءات كثيرة كثيرة، يعني يمكن منها دولة الأيوبيين ودولة المماليك حتى قرب أواخر أيامهم، خاصة فيما عرف فيما بعد بمقابر المماليك. ويمكن ناس كتير ما كانتش عارفة إن ده كان أول مشروع لضواحي أو لمحاولة عمران خارج إطار القاهرة التقليدية، لأن طبعا كل سلاطين المماليك أقاموا عمارتهم داخل شارع المعز وداخل القاهرة التاريخية، ولم يسعوا إلى إقامة عاصمة مختلفة ليهم ده صحيح. كما حدث مع الفاطميين ومع غيرهم. طبعا مش عايزين برضو نغفل قضية إن تطور مفهوم الحكم وتطور مفهوم العمارة وعلاقته بالحكم هو تطور طبيعي زيه زي تطور البشرية بصفة عامة ومؤسساتها وأنظمتها. فيعني مش محتاجين إن احنا نقول إن ليه أهداف أو ليه أغراض أو إن هو تشويه، أو يعني حصل في أوروبا وحصل في القرون الوسطى إن الدول بحكم تطورها ابتعدت قليلا عن مركزية الدين في الحياة، وبدأت بقضية فصل الدين عن الدولة وأهميتها. يعني يمكن بانت قوي كما أشارت في الدولة الفاطمية في مصر، ولما عملنا رفع للقصر الشرقي والقصر الغربي وقسنا مساحتهم مقارنة بمساحة القاهرة اللي هي كانت تقريبا كيلو في كيلو، وجدنا انها كانت بتمثل حوالي يا مروة 34% من ميزانية استعمالات الأراضي. فلك أن تتخيل إن هي والبساتين الكافور اللي كانت محيطة بيها والإقطاعيات اللي كانت حولها، إن ده كان يمثل 34% من مساحة القاهرة فقط لدار الإمارة. ده فطبعا حقيقي. ده كانت يعني ملاحظة هامة جدا. وباقي القاهرة، بقية الناس يمكن ما كانوش برضو واخدين بالهم، فاكرين ان القاهرة دي المنطقة الشعبية او المنطقة اللي بيشوفوها النهاردة، يلا نروح الحسين يلا نروح الازهر. يعني لا، ما كانتش كده خالص، ان هي فعلا الاسوار، وكانت ده دايما الطلاب عندنا بنقول لهم ان ده يعتبر اول كومباوند اتعمل في مصر. ففكرة القاهرة المصورة ده هي ومركزية النظام السياسي فيها. والملاحظ كمان المسافة البينية اللي بين الجامع الأزهر وما بين القصر، فعلى عكس دور الإمارة اللي كانت في أيام سيدنا عمرو بن العاص وغيرهم، اللي كان ملاصق، كان مجرد يفتح باب بيته، حتى في عهد ابن طولون كان يفتح باب بيته يروح داخل من إيه؟ من على المسجد على الجامع طول، الكبير على الجامع الكبير.
فده كان النهج اللي هو ايه التحام السلطتين مع بعض. اما في عصر الدوله الامويه، وده كان يعني شيء برضو ملفت، ان رغم ان هي كومباوند على عائله الملك وغيرهم، الى ان المسافه بين الجامع الازهر وما بين قصر الاماره مسافه موكب. وهذا طبعا ايه يعني قد يكون ليه دلالات هامه كما اشارت مروه. فهم دول النقطتين، اولهم يعني استثناء بعض الفترات من قضيه وجود تغير في العاصمه، وطبعا مفهوم ان ليه الايوبيين ما اختاروش يعملوا عاصمه جديده، لان هم اصلا ما عمروش غير 80 سنه، وكان قلعه صلاح الدين كانت ما كانتش مقر للحكم، وان كانت اصبحت بعدها مقر للحكم في سابقه، هي برضو لها دلالات ولا تخلو من اشارات مهمه جدا، ان صلاح الدين اللي حاول يامن القاهره وعمل سور اضافي حوالين القاهره كلها يضم بالفسطاط ويضم بالقطائع ويضم القاهره الفاطميه، كان متخذ هذه الاسوار لحمايه القاهره من الغزوات الصليبيه. لما جم بعديهم الخلفاء او السلاطين المماليك وبعدهم حتى عهد الخديوي اسماعيل كانوا بيتخذوا القلعه هي ايه مقر الحكم، وياما حصلت مناوشات ما بين مسجد السلطان حسن، سطح السلطان حسن، وبين القلعه عندما تمرد بعض الناس على الملك وقتها. واشكر للجميع هذه المحاضره الشيقه، واشكر مروه وجميع الاخوه المنظمين لها. جزاكم الله خير. حضرتك يا دكتور، شكرا لملاحظاتك، شكرا لوقتك. طب استاذنا الكبير الدكتور جلال، اتفضل. تشرفت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يخليك مهندس عمر، مش كبير ولا حاجه يعني، كلنا باحثين، وانا سعيد جدا ان اتعلمت حاجات كثيره من عرض المهندسه او الدكتوره مروه. فرصه سعيده. تحياتي للدكتور علي، بروفيسور علي عبد الرؤوف، والدكتور أيمن إسماعيل، الدكتورة عبير اللحام، وزملاء آخرين كثيرين. وطبعاً الشكر والتحية للمهندس عمر على الجهد الجميل جداً. عرض حضرتك عرض هايل، ولكن يغطي جزء كبير جداً من الموضوع. الحقيقة هو يعني زي ما بنسميه بالإنجليزي هو كونسايز، يعني هو سهل ممتنع. كنت أتمنى أن يكون في بعض العوامل الأخرى أن هي توجد في الاعتبار. أعتقد أن ده بحث جاري، مش متأكد إذا كان ده بحث يعني ما زال جاري ممكن الاستفادة من بعض الآراء، أو أن هو بحث منتهي، وبالتالي ففي بعض الأمور أنا أعتقد أن هيكون لها قيمة مضافة لبحث حضرتك. طبعا موضوع فقه المدينة الإسلامية وفقه العمران مش جديد، يعني الكتابات فيه بدأت من أكثر من 40 سنة، من يعني فترة طويلة جدا، متهيألي من الستينيات كمان، من باحثين أو أساتذة مسلمين وغير مسلمين، في جانب كتير أو في جانب كبير استشراقي في الموضوع. وبالتالي الواحد بيتوقع دائما إضافة. إضافتك الحقيقة كانت سهل ممتنع، وكان في موضوع التراكم المعرفي التاريخي للمدينة الإسلامية. في يعني يمكن كان تركيزك أكثر على قرار الحاكم بس، ولكن السياسة لم تكن مقصورة على الحاكم. في بعض الجوانب يعني أحب جدا أن هي ممكن تاخديها في الاعتبار في أبحاثك القادمة إن شاء الله. فين هنا دور الحسبة والمحتسب، اللي هو أصلا كان من أهم الأدوار اللي كان بيقوم بها مش الحاكم. نقدر نقول يعني لو احنا بنتكلم على القرار السياسي، احنا بنتكلم على دور السياسة في تشكيل المدينة، وعندي تحفظ على المدينة الإسلامية. يعني لو قلنا المدينة الإسلامية نقول بين قوسين، لأن في جدل كبير جدا حوالين تعريف المدينة الإسلامية. هل المدينة الإسلامية ولا مدن المسلمين ولا المدينة أو العمران في المجتمع الإسلامي؟ كل مفهوم من دول ليه consequences أو تبعات مختلفة، وبالتالي الأفكار والمفاهيم هتكون مختلفة. دور المحتسب مهم جدا، لأن في الحسبة اللي هو القانون العمراني، لو يعني لو يعني حددنا الموضوع أكتر. وطبعا عندك مخطوطات ابن الرامي ومخطوطات لناس كتير اللي هي كانوا بتمثل وثائق للحسبة. كتابات جمال الغيطاني رجع للمحتسب ودور المحتسب في إدارة المدينة في الوقت المملوكي على سبيل المثال. فأنا بعتقد ان اذا اعتبرنا جدليا ان المحتسب والحسبه هي جزء من النظام السياسي الحاكم،
ما دام حضرتك بتتكلمي عن فقه المدينه بالمنظور الكلاسيكي، فبعتقد ان ده مهم جدا جدا، ليس فقط قرار الحكم ان يعمل مدينه دائريه او ان يعمل القاهره مدينه جيتد مصوره وبوابات وكنترول، ولكن وظيفه المحتسب اللي يترجم ده الى عمران بشكل نعرفه، يعني شوارع وحارات وطريقه تكوين المجتمعات داخل الحارات، اذا كانت في اثنين جروبس ولا في هي حرفيه متوزعه ازاي، ولا هم مهاجرين جايين من قبائل معينه فلازم يسكنوا مع بعض زي زويلة او غيره، مين اللي كان بينظم العلاقات البنائيه دي خلال التاريخ ده. مهم جدا ان احنا نفهم اليه انتاج المدينه. وهنا ليا يعني ملاحظه، ارجو ان انت يكون عندك صبر ليها. حضرتك مفهوم المدينة الإسلامية في حد ذاته مفهوم جدلي، في يعني آراء كثيرة وفي حاجات كثيرة جدا. كان عرض حضرتك بالكامل عرض منحاز، منحاز بمعنى ان هو بيتبع ما نطلق عليه المفهوم الأصولي للمدينة، وده ما فيش اي غبار عليه. انت عندك argument، كل الباحثين في هذا المجال أساتذتنا الكبار، انت اشرت الدكتور جميل اكبر، الدكتور صالح الهزدول، اساتذتنا في المجال ارسوا في ديبيت طويله ممتده الاجل على التفسير الاصولي للمدينه، اللي يهمنا هنا ما هي اليات انتاج المدينه طبقا لهذا المفهوم الاصولي اللي هو بيستند لان في فقه ثابت لهذه المدينه. طبعا ده موضوع يعني في اشكالي او في اشكاليه كبيره. ليه اشكاليه كبيره؟ لان احنا بنعمم ان المدينه بنيت بناء على فقه، وناخد كلمه الفقه استنادا للفقه الشرعي، الفقه الشرعي في الجواز، الفقه الشرعي في القتل، في الجرائم، واتيفر. في العمران لا يوجد هذا الفقه بالمعنى المجرد المفهوم زي تناظره مع مجالات اخرى من مجالات الشريعه على سبيل المثال. ما عندناش زمن محدد، ما عندناش مكان محدد ان التقاطعات التاريخيه او التراكمات التاريخيه دي انتجت المدينه الاسلاميه. ده الازمنه مختلفه ومتغيره، والسياسه مختلفه ومتغيره. السياسه وقت الرسول عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدين تثبيت اركان الدوله وامتدادها وكذا، بينما اثناء الامويين كان في صراعات، اثناء العباسيين كان في صراعات داميه. المماليك طبعا غني عن التعريف، سواء المماليك البحريه او المماليك الجراكسه، كميه المؤامرات، في خليفه كان بيقعد يوم وفي خليفه كان بيقعد يمكن ساعتين. فاقصد فين التأثير السياسي على شيء مستقر اسمه المدينة الإسلامية؟ أي وقت أي زمن ده كان ضروري يكون فيه، أو يعني في المستقبل لو حضرتك استحسنت الوضع، أن يكون فيه فهم وتحليل وتفسير النشأة التراكمية لتاريخ المدينة خلال الأطوار دي. فين الثابت وفين المتغير؟ أنا ما أقدرش أقول أن في حاجة اسمها فقه العمران الإسلامي أو فقه المدينة الإسلامية وما عنديش عوامل ثابتة ليه، ده كله متغيرات. فإحنا بنثبت المتغير بتفسير قد يكون تفسير جزئي أو مبتسر، يعني مش كامل، وبالتالي ده اللي بقول عليه منحاز. يغيب عن العرض بتاع حضرتك أن في مفاهيم استشراقية لها قيمة، بعضها في تخريف وبعضها ليه قيمة عملية جدا. أندريري مو على سبيل المثال، أنا لما أشوف العصر العثماني أو العصر المملوكي وأشوف تفسيرات معينة للمدينة، القاهرة كمدينة على سبيل المثال، مدينة مقصود بها المدينة التقليدية، مش مدينة يعني اللي هي سيتي، لا يقصد بها مدينة MEDINA بشكلها الشرق، ترجمة بالعربي المديني. أيوه. كويس، بالتفسيرها الشمال أفريقي زي البهدية حضرتك ذكرتيها، زي فاس، زي تونس المدينة، زي يعني مدن أخرى، قيروان أهمهم مثلا. وبعدين الأصعب من كده، لا يوجد عند حضرتك أي ذكر على الإطلاق للتفسيرات المعاصرة للمدينة كنتاج لعوامل مختلفة. هذه العوامل عوامل تاريخية ومكانية وتفاعلات مورفولوجية نتيجة العمران، احنا بنتكلم عن آلية إنتاج العمران. فهنا يعني الخلفية دي بتدي عمليات معقدة جدا للبناء والهدم، التنظيم، إعادة التنظيم، سواء في وقت المحتسب أو غيره. لو شفتي على سبيل المثال خريطة القاهرة خلال عصور زمنية مختلفة، لو قارنتيها بوصف المقريزي وما بعده، هتلاقي ان كان في باستمرار عملية مستمرة للبناء وإعادة البناء والتعمير، ونغير تاني ونعمل تاني. في تريسز او في شواهد أصلية من وقت الفاطميين ما زالت موجودة، ولكن في كمية متغيرات رهيبة في الخرائط من المملوكي للعثماني لكذا، البناء والتنظيم والهدم وكذا.
فين فقه العمران هنا اللي انا اقدر اتبعه؟ اي عمران؟ العمران المتغير ولا في ثوابت معينه في هذا العمران؟ انا في معظمها اظن كان ليها خلفيات سياسيه لها علاقه بالحروب في خلفيات ده. في خلفيات عسكريه مش سياسيه، لو تقصدي ان هي دفاعيه على سبيل المثال، سياسيه ده في اوبشنز، انما القرارات العسكريه حتى الجزء الخاص بالثورات، يعني اذكر مثلا بغداد لما قامت فيها الخلاف ما بين الامين والمامون، المدينه تقريبا بصورتها المعروفة تقريبا أبيدت تماما، أحرقت بالكامل. يعني أقصد حتى الجانب السياسي مش العسكري بس، يعني مش الجانب الخارجي، أقصد حتى الجانب الداخلي تأثر بالجزئية دي. عندنا أنا أتمنى على حضرتك، أنا أخلص ملاحظتي، أتمنى على حضرتك أن تحطي في الاعتبار أو تاخدي في الاعتبار بعد كده أن يعني في أبحاثك القادمة أن لا ننحاز إلى تفسير واحد للتاريخ من منطق تعاطفي أو من منطق عاطفي، إحنا مسلمين وبالتالي التفسير الإسلامي أن هناك واحد المدينة الإسلامية غير صحيح، لأن لم يؤكد 1000% في 15 أطروحة مضادة أو معاكسة لفكرة المدينة الإسلامية بالشكل المثالي العاطفي اللي حضرتك مثلا وناس تانيين كتير باحثين كتير قبل حضرتك عملوه. التفسير الاستشراقي للمدينة كان نموذج نمطي بروتوتايب، ان هي مدينه نشات على الطرق وعباره عن سوق وليس قصر ومجموعه من الحاجات المتناسره وعفويا او عشوائيا امتدت كمدينه. ده في حاجات كتير جدا خطا وفولس لازم ياتي ذكرها وياتي نقدها، وفي في نفس الوقت ايجابيات كتيره جدا لبعض المستشرقين، ده برضو بيدي نوع من انواع التاكيد على التعريف اللي حضرتك بتقوليه. وفي النهايه المفاهيم المعاصره بالادوات المعاصره التي لم تكن متاحا من قبل، زي مثلا أعمال كتيرة جدا لفيليب بانيريه في تفسير المدن الإسلامية من خلال الأنماط المورفولوجية. في بعض المآخذ الناس بتقول لا دي حاجات علمانية أو حاجات دي منفصلة بتفصل الدولة عن الدين أو الدين الحاكم لكذا، الأمور دي كلها للأسف مش موضوعية، هي شخصية أكتر من كده. يمكن ما توافقيش على كلامي كله، ولكن أنا أرجو أن حضرتك يعني تعيدي النظر في أبحاثك القادمة أنك ما تنحزيش لمفهوم معين، دي من ناحية. من ناحية تانية ملاحظة بسيطة جدا، ان يكون في بعض التدقيق في المعلومات التاريخية، بالذات المعلومات التاريخية مش ملكنا، احنا بننقل معرفة لناس تانيين قد يكون يعني الخلفية التاريخية بالنسبة لهم مش قوية. على سبيل المثال حضرتك قلت ان كل المدن اللي جت في القاهرة حرقت اللي قبلها، وده مش صحيح. الفسطاط اتحرقت مش عشان ابن طولون جه وبنى القطائع، الفسطاط اتحرقت مرتين لاسباب كتيره جدا ليها علاقه بالاحداث الزمنيه اللي حصلت. نفس الشيء القطائع ما اتحرقتش عشان العسكر تيجي، او العسكر اتحرقت عشان القاهره، مدينه القاهره او قاهره المنصوريه يعني للمعز تيجي. كل حريق او كل حاجه ليها ظروف كونتكتوال، ظروف خاصه بالسياق الزمني والمكاني بتاعها، وليس كانت من سياسات الحكام اللي جم في القاهره في الوقت اللي حضرتك قلتيه ان هم يحرقوا ويبنوا جديد، ده ما كانش موجود، غير صحيح حبذا يعني بالفعل مش كلها احرقت. بس ده ممكن يدي انطباع يعني ممكن يدي انطباع خطا، يعني خطا ان حد يسمعه من حضرتك، ومفروض ان احنا ندقق معلوماتنا التاريخيه قدر الامكان. انا بهنيكي على العرض، يعني شكرا لتقبل ملاحظاتي واتمنى لك التوفيق. شكرا مهندس عمر. شكرا ملاحظات حضرتك جدا يا دكتور، كلها طبعا اخدها في عين الاعتبار جدا. عايزه بس لو وقت حضرتك يسمح ضريفة. بالنسبه للجزء الاستشراقي في الاشاره الاولى خالص لتعريف اصلا المدينه المخططه وغير المخططه، يعني انا اطلعت اولا انا بتعامل مع العرض النهارده مش كعرض، يعني هو مش مناقشه رساله او عرض بحثي كامل، هو محاوله لتبسيط المفاهيم لناس ربما تكون اول مره تطلع على النقطه دي او على المبحث ده، فعشان كده الامور كانت مبسطه قدر الامكان. بالنسبه للجزء الاستشراقي انا يعني لما تعرضنا لتعريف المدينه الاسلاميه في البدايه خالص وانواعها، كنت اشرت اشاره سريعه ان في اختلاف فعلا في موضوع التخطيط ما بين حتى التعريف اللغوي للعربي وغير العربي في الجانب الاستشراقي، ودي نقطه مهمه جدا. يعني انا تعريفي اللغوي عربيا لكلمه خطه ورسمه غير تعريف المستشرق تماما لتعريف خطه ورسمه، وبناء عليه هو طلع سياقات مختلفة عن السياقات اللي أنا خدتها. إن أنا مثلا خدت نقطة واحدة أو مبحث واحد ومشيت معاه وما مشيتش مع المباحث الأخرى هي موجودة ومعترف بيها
ويحال إليها وتقرأ وكل حاجة، لكن ربما يكون في يعني نقاط اعتبارية بترجح عند يعني ليها علاقة بالاختيار البحثي نقطة عن أخرى. في الجزء الاستشراقي ده تحديدا أنا يعني كنت واصل جدا الاختلاف اللي ما بين الاختلاف اللغوي اللي أنشأته كلمة خطة ورسمة، وانبنى عليه اختلافات كبيرة جدا في تعريف المدينة المخططة من غير المخططة. حتى في تعريف لكريسويل على ما أظن، أنا مش متأكدة برضو هو ولا لأ، كان بيعرف أصلا المدينة الإسلامية إن هي المدينة التي بنيت بعيدا عن السلطات. وده ربما يمكن هنشوفه في الأمثلة الواقعية اللي جت بعد كده، إنه لا، في مدن إسلامية وكانت بأمر من السلطات. برضو الخلاف على مفهوم المدينة الإسلامية ده يعني خلاف واسع جدا، ويعني برضو قد تقام عليه محاضرات مستقلة لوحده يعني. بس أنا زي ما حضرتك قلت، أنا خدت الفكرة المبدئية خالص اللي تتناسب مع عرض مش بحثي، أو يعني مش في سياق أكاديمي بقدر ما هو في سياق تعريفي. يعني أنا شايفة ناس ممكن يكونوا مش عمارة أصلا حاضرين، شايفة ناس عمارة بس النقطة المبحث ده ممكن يكون ما سمعش عنه خالص. أنا أذكر وأنا لسه طالبة في دراسات عليا، لما كنت بقول هختار الموضوع كان في معايا زمايلي يعني دارسين عمارة زي ما أنا درست، وفي دراسات عليا زي ما أنا درست، ما كانش بيوصلوا التصور أصلا إن ممكن يكون في علاقة أساسا ما بين مكون يعني لا ملموس زي السياسة ومكون زي العمارة والعمران. فكنت دايما أول ما أقول حتى موضوع البحث بتاعي كنت بقابل باستفسارات كتيرة جدا، هو أصلا في علاقة ما بين السياسة والعمارة والعمران؟ فأنا كان هدفي هنا الأول أقول في علاقة وشفناها عمرانيا كذا كذا. طبعا الوقت كمان ما كانش هيسع إن أنا أتكلم في الجزء المعماري كمان، لكن أنا يعني بادئة زي ما حضرتك قلت يعني من خطوة أولى تماما، إنما كل تعليقات حضرتك يعني أفادتني جدا جدا، وهبحث فيها كلها وهحتفظ بالتسجيل عشان أرجع فيها. فشكرا جزيلا جدا لوقت حضرتك. يعني أنا بس ما حبيتش الأمر يخرج كورقة وحدية أكتر من ما هو يعني عرض مبسط جدا يعني. وإن شاء الله طبعا التدقيق التاريخي ده أمر لا خلاف عليه يعني. أنا يعني ما أشرتش طبعا لأن كل المدن أحرقت، لكن طبعا أخشى إن حد يكون وصل له الإيحاء ده، فأكيد لا، أكيد ما كنتش أقصد ذلك تماما. بشكر حضرتك جدا 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 يعني، شاكرة جدا، وفي إن شاء الله ربنا شرفت يوفقك. بحضرتك بشكل شخصي يعني. شكرا لك دكتور عبير، بعد إذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا على المحاضرة و فتحت المجال لي اني اتحدث. مهندس مروه، شكرا على المحاضره، وطبعا بعد اللي حكوا الزملاء دكتور جلال ودكتور علي ودكتور ايمن، يعني بجوز ما ضل شيء كثير الواحد يحكي فيه. بس صراحه انا عندي سؤال، يعني زي ما ذكر الدكتور جلال انه الموضوع طرح بالنسبه لفقه العمران وحتى ربط العمران بالقرارات السياسيه اللي هو موضوع بحثك، هو موضوع ما هو جديد ابدا، يعني من الثمانينات من القرن الماضي والموضوع مطروح، وأنا شخصياً لي كتابات كثيرة في الموضوع. لكن أنت عنوان بحثك كان أو عنوان المحاضرة ذكرتي في البداية إنه في نوع من الاقتباس أو الأخذ للعنوان اللي أيضاً دكتور خالد عزب كان طرحه، اللي هو الحجر والصولجان اللي بيربط فيه بين العمارة وما بين السياسة. فأنا يعني لفت نظري، طالما الموضوع مطروح يعني ليه نعيد طرح نفس الموضوع بنفس الآلية بنفس المنهجية بدون، معلش اسمحي لي، اضافه كبيره في المجال؟ يعني انا ما قدرت اشوف وين سؤال البحث، باعتبار انت قاعده عم تعملي بحث للدكتوراه، فسؤال البحث بالنسبه لي كان شوي مبهم. يعني هل فقط نحاول نثبت انه العماره مرتبطه بالسياسه؟ وضع طبيعي، يعني اي شخص ممكن حتى في وضعنا المعاصر يقول انه طبعا العماره مرتبطه بالسياسه، واليوم اللي بنشوفه في المدن اللي بنعيشها في ربط واضح ما بين القرار السياسي وما بين العماره. النقطه الثانيه اللي هي يعني انا شعرت، معلش لو تسمحي لي، شعرت انه في نوع من السرد التاريخي الى حد ما اللي يحتاج الى تعمق شوي اكثر من مجرد كبر المسجد ولا كبرت دار الإمارة فهذا مؤشر رمزي لعلاقة أيهما أقوى، القوى السياسية فقط أم القوى المجتمعية.
بجوز نحتاج ندخل فيها بعمق أكثر. يعني لما ذكرتي حطيتي في واحدة من السلايدات إنه في نوعين من السلطة واقتبستيهم من كتاب دكتور جميل اللي هو السلطة السياسية والسلطة المجتمعية، وحجمتي إلى حد ما السلطة السياسية والسلطة المجتمعية كفريم ورك لحتى تقيسي منه مدى تراكم أو مدى مين دخل على مين أكثر، حجمتيهم بمجموعة نقاط. مين خطط، مين عمل الإقطاع، مين خطط، مين بنى المبنى الكبير، مين مش عارف. يعني تحجمت السلطة السياسية إلى مجموعة نقاط موجودة عندك، صرنا كأنها تشيك ليست. إذا وجدت هاي فمعناها السلطة السياسية هي الأقوى، وإذا وجدت الثانية معناها السلطة المجتمعية هي الأقوى. لا، العملية كثير أعمق من هيك، وفيها تداخلات كثير أقوى من هيك، وما يعني لا تحجم إلى مجموعة نقاط بنحاول نستخدمها كقياس لقوة السلطة السياسية واستعلائها على السلطة المجتمعية. في فترات من الزمن كلاهما كان موجود، لكن السكوب أو نطاق عمل القوة السياسية والقوة المجتمعية مختلفة. القوة السياسية كانت تشتغل في منطقة، والقوة المجتمعية موجودة في آن واحد وبتشتغل على منطقة ثانية. اللي بدل على ذلك، وذكره أيضا دكتور جلال، اللي هو أنت توقفتي في طرحك عند العصر الأيوبي. تلا ذلك العصر المملوكي والعصر العثماني، منظومة السياسة فيهم صارت مختلفة تماما، فلا يمكن إسقاط اللي ذكرتيه لحد الأيوبي على ما تلا ذلك. حقيقة يعني عشان كده أنا توقفت عند الأيوبي زي ما حضرتك قلتي بالظبط، إن هم ما دخلوش بالتالي أصلا. بالتالي صار البحث لا يمكن تعميم ما تم التوصل إليه. يعني أنت كأنك قاعدة عم تطلعي بنتائج ممكن تعميمها على ما يسمى بالمدينة الإسلامية، وهذا بحد ذاته في نوع من الخطر على المعرفة في المدينة الإسلامية. فلا بد هون من التعامل مع كل من هدول الفترات أو الداينستيز اللي كانت موجودة بخصوصيتها وبخصوصية النمط السياسي اللي كان موجود فيها. وإن شاء الله يا رب الله يوفقك، ونسمع دكتورة مروة إن شاء الله قريبا يعني، أتمنى ونقرأ كتاباتك بالتوفيق إن بإذن شاء الله. الله، شكرا اتشرفت للجميع. بحضرتك، ويكون ليا أكيد يعني أكيد هيسفريني إن أنا أطلع على كتابات حضرتك في الموضوع، شرف كبير ليا. أنا عايزة بس أوضح نقطة واحدة بس، هو ده مش عرض الدكتوراه ولا عرض بحثي ولا ورقة بحثية. أنا مدركة جدا الـ يعني القدر او المقام، لكل مقام مقال. يعني انا زي ما حضرتك قلتي، انا فعلا توقفت عند الدوله الايوبيه، لان ما بعد الايوبيه المماليك والعثمانيين بالتاكيد يفرض ليهم حديث مستقل تماما، ويبدا من حيث انتهيت. يعني ممكن في محاضره تانية خالص، هنا انا متفقه على مده لا تتجاوز ساعه، وحاولت ان انا فعلا انهيت عند الساعه او بعدها ب10 دقائق بالكثير. فعلا انا اؤيد حضرتك ان لما اجي اتكلم عن المماليك والعثمانيين هبدا تكاد تكون محاضره جديده تماما، وابدا من حيث انتهيت عند الدوله المملوكيه. انا ما عنديش سؤال بحثي، لان انا مش بطرح ورقه بحثيه خالص ابدا. النقطه الثانيه اللي حضرتك اشرتي اليها، هل طرح السؤال وجود العلاقه في حد ذاته، هل هو ده سؤال ولا لا؟ الحقيقة يعني أقدر أقول بشكل كبير إنه يصلح إن هو الاستقراء والاستدلال على إجابة السؤال ده. أعتقد إن هي في حد ذاتها، حتى لو كان بدأ الكلام فيه من الثمانينات أو كده، زي ما حضرتك لسه بتقولي، إحنا كل يوم بنطلع بنتيجة مختلفة. يعني أنا قراءتي للمدينة الإسلامية طلعت منها يعني خلاصات طبقتها على ما بعد الكورونا بشكل شخصي، يعني حتى بدون كتابة بحثية يعني. فزي ما حضرتك بتقولي، بالعكس يكون إن الموضوع يعني له الصبغة التاريخية، أو إنه حتى بدأ الكتابة فيه. أنا كتاب جميل على الأقل أكبر أظن إنه من الثمانينات أو حاجة زي كده، أظن برضو لا ينضب الحديث فيه فعلا يعني. وزي ما الأساتذة طرحوا الرؤى المختلفة، التباني وجهات النظر المختلفة مع طرح الجميع، يعني أنا مش عارفة، حاسة إن ده ممكن يكون يعني أنا خدت من تعليقات حضراتكم يعني مقدمة هبني عليها حاجات أخرى جديدة. فحاسة إن بالعكس ده دليل إن الموضوع لا ينضب، يعني ممكن نستمر الحديث فيه ما دمنا بنطبق منه على واقع حالي. يعني أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر وقتك و بعد إذنك يا باشمهندسة مروة، يعني أنا قبل ما واحنا بنحضر المحاضرة، يعني طلبت منها رسالة الماستر وقريتها، وقريت الكتاب بتاع الحجر الصولجان،
وعشان نتفق انا جزء اللي هنعمله، فهي الرساله اكبر من كده بكتير، فيها جزء خاص بالفلسفيه، في جزء خاص بالعماره في ثوره في نتيجه يوليو ويناير 2011 وانعكاسه على النمط العمراني، ففي جزء كبير جدا، بس يمكن هو الوقت احنا اخترنا جزء معين على اساس نتكلم فيه، انما في اجزاء كثيره جدا. في مثلا الفصل الاولاني ده كان كله في ابن خلدون، يعني الرساله فيها فصل كامل عن ابن خلدون، دي شريحه واحده منها، انما في حاجات كثيره جدا خاصه بالدول الغير اسلاميه حتى موجوده فيها، فهي ده حقيقة، حتى في جزء المدينة الإسلامية في لسه في جزء معماري، بس كان لا يستحيل الوقت يسمح إن أنا بعد العمران كله ندخل في العمارة، يعني هي برضه يعني وهي يستلزم رسالة ما شاء الله، يعني هي مكملة لحد يعني ثورة 25 يناير، وماشي حاجات كتيرة جدا فيها، والنموذج الاشتراكي والنموذج الرأسمالي، والحاجات في مدن كمان ضرب بيها المثال زي النظام الفاشي في إيطاليا مثلا، النظام الألماني، فرسالة ما شاء الله قوية جدا، فيها حاجات كتيرة جدا. يمكن إن شاء الله نحاول مع الباشمهندسة مرة إن شاء الله تبقى الدكتورة ساعتها، ناخد أجزاء تانية بحيث إن تبقى الموضوع، انا شايف ان عاجب ناس كتيره جدا، رغم ان الدكتوره مروه كانت قلقانه، بس يعني قاعه اتملت اكتر من اللي تستحمله ما شاء الله، فجزيل شكر حضرتك، وهنفتح أنا دلوقتي شاكرة الاسئله للجميع لو اي تحت حد فيهم. حضرتك للفرصة الكريمة دي يا الله باشمهندس، يكرمك، الله يكرمك، وشاكرة تحمس حضرتك للموضوع، الله وشاكرة يكرمك، لوقت الأساتذة الكبار اللي حضروا وتعليقاتهم كلها على راسي من فوق. أنا بس والله بأكد لهم إن أنا مش بقدم ورقة بحثية أبدا أبدا، يعني أنا بطرح طرح بتعمد فيه التبسيط والتقديم بدون يعني ما أخل بالحقيقة التاريخية. أكيد طبعا الموازنة بينهم شيء أساسي ومطلوب يعني، فأنا شاكرة ليهم جدا، وجميع تعليقاتهم أكيد هتبني لي وهتفتح لي أفق كتيرة كتيرة جدا قدام، يعني شكرا ليهم جدا انا يعني. استاذن حضرتك في حاجتين، اول حاجه نفتح الاسئله للناس كلها، اتفضل ثاني حاجه اتفضل. هناخد صوره جماعيه كده مع حضرتك ومع الساده ازاي؟ الافاضل باذن الله، تمام، يعني ازاي هو بقى؟ كل اللي عايز يفتح الكاميرا وهناخد بس صوره تذكاريه مع الناس كلها. ماشي يا فندم، يا الله يكرمك، لو في اي حد عنده الله اي يعافيك. سؤال المايك مفتوح للجميع. باشمهندسة رويدة كانت بتقول فخورة بحضرتك كمهندسة معمارية، و العفو الله يكرمك، العفو، شكرا ليك يا باشمهندس. وباشمهندسة مي بيقول لك أشكرك واستمتعت حقيقي وخاصة بلغتك العربية، ومهندسة مروة معانا في انا ضمن تعمدت قريبا المراجعة قدر الجوية. المستطاع، الله يكرمك، انا عمال انبه على نفسي انها تخفف لاقصى درجه ممكنه. اشكرك، شكرا ليك وشكرا لمن حضرتك. باشمهندس طارق وجيت اتفضل، المايك مساء مفتوح الخير عادي عليكم لو حد جميعا، عايز اتفضل. مساء الخير، مساء النور يا فندم. سامعيني؟ ده نور، اه ايوه اتفضل. فندم. انا احب اشكر الدكتوره مروه باعتبار ما هو سيكون زي ما قال الدكتور علي، وعلى العرض الشيق جدا ده والمفيد جدا اللي حقيقه عمل لي نوع من انواع الشيفت في تفكيري. بس زي ما الدكتوره مروه قالت في كلامها، لكل مقام مقال، وانا عارف ان احنا معظمنا معماريين يعني مش متخصصين في التاريخ، هدفنا هو يعني او اللي جذبنا ان احنا ندخل المحاضره القيمه دي هو عنوانها وكلمه في عنوانها اللي هي المدينه الاسلاميه. احنا دايما بنتاثر بكلمه المدينه الاسلاميه، ودايما بننظر لها بنوع من انواع ان هي مدينه فيها نوع من انواع فضيلة المعرفه، مدينه فاضله، ويجب ان تكون المدينه الاسلاميه مدينه فاضله الاسلاميه، زي ما الدكتور جلال قال في فرق بين المدينه الاسلاميه او العماره الاسلاميه وعماره المسلمين. ده في ديبيت كبير جدا عليه. ده حقيقي. الكلام اللي انا سمعته النهارده يخليني اروح، لان المدن اللي اتعرضت النهارده هي مدن مسلمين، لكن ده هي فيها نقاط هي يعني مدن تفسيرات كتيرة مسلمين جدا وتعريفات كتيرة لان جدا. فيها حاجات، وانا الحقيقه هنطلق من العنوان اللي هو القرار السياسي المكون للمدينه الاسلاميه وانعكاسه على العماره والعمره. انا هاخد الموضوع شويه في ناحيه فلسفيه او فكريه. ايه هي المدينه؟ وايه هو العمران؟ وايه الهدف من المدينه؟ وايه الهدف من العمران؟ وايه هو الاسلام؟ وايه الهدف من الاسلام؟
دي نقط مهمة جدا بالنسبة للمعماريين لو حبوا يفهموا طبيعة عملهم. احنا معماريين هدفنا ان احنا نعمر ونبني، اعتقد مفيش معماري يختلف معايا في ذلك. فلما نيجي نتكلم عن عمارة إسلامية لازم ان العمارة الإسلامية دي تنطلق من شيء إسلامي. فأنا هكمل كلامي بأن أنا أدعو الجميع لقراية كتاب مهم جدا اللي هو السياسة المدنية لمحمد أبو ناصر الفاروقي، اللي هو بيبتدي لما بيجي يتكلم عن الاجتماع والمدينة واجتماع البشر بيبتدي من حاجة غريبة جدا، بيبتدي من أصل الوجود، بيبتدي يصنف الموجودات من أول ربنا سبحانه وتعالى لغاية المواد والأجسام المعدنية إلى آخره. طب ليه ابتدى بالطريقة دي؟ يعني ليه هو بص للموضوع بالنظرة دي؟ نقطة مهمة جدا لما كان بيتكلم فيها عن السياسة إن هو بيتكلم عن الرئيس، الرئيس الأول والرئيس الثاني. بيتكلم إن الرئيس الأول هو من يوحى إليه، ده كلام الفارابي. يبقى إذن المدينة الإسلامية الأولى اللي نشأت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن ينظر إليها إن هي القدوة، بالرغم من إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكن في حجرة صغيرة. ما ينفعش إن إحنا نتكلم عن المدينة الإسلامية بدون ما نحاول نفهم الطريقة اللي كانوا هؤلاء البشر بيحلوا عليها. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلازم نفهم تكوين المدينة دي قامت إزاي. وأعتقد أن حضرتك قلتي أن كان في نوع من أنواع النسبة بين السلطة والمجتمع، المجتمع كان بيشغل فيه أو يعني بيؤثر فيه تأثير أكبر. المدينة الإسلامية كمان قامت على مثلا الأوقاف اللي كان المجتمع بيشارك في تشييد وبناء المدارس والبيمارستانات المستشفيات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يعني اللي أنا عايز أقوله إن في صبغة إسلامية موجودة في تكوين العمران الإسلامي. أبو نصر الفارابي حاول إن هو يتطرق إليها ويتتبعها بداية من الله سبحانه وتعالى إلى عالم الجمادات. يبقى إحنا هدفنا إن إحنا معماريين مسلمين ان احنا نفهم القاعدة الفلسفية دي وننطلق من القاعدة الفلسفية دي لفهم الكون وفهم دورنا في الكون وبالتالي فهم حقيقة المدينة. فلابد ان يكون هناك تأسيس فلسفي لفكرة المدينة، فكرة الإسلام، فكرة العمران، فكرة العمارة الى اخره. ده اللي انا حبيت ان انا ده حقيقة انا متفقة مع حضرتك طبعا. هو الموضوع يعني الحقيقة موضوع متشعب وعميق، بس يعني خلاصة كلامي إن لابد أن يكون هناك القليل من الفلسفة بيشغل المعماريين، خصوصا الفلسفة الإسلامية اللي هي أضافت للفلسفة إضافة ما بعدها إضافة الحقيقة، لأنها بتنطلق مما يعتقد المسلمون أنه الحقيقة. يعني المسلمون بيعتقد إن تلك هي الحقيقة، اختلفنا بقى في يعني درجة فهمنا زي ما برضو الفارابي بيقول، لأن هو بيصنف الناس وبيقول إن الناس إن الرئيس الأول هو يوحى إليه، وبعدين الرئيس الثاني اللي هو رئيس ومرؤوس، وبعدين تتدرج الناس في المعارف. بس شكرا. تمام، أنا متفقة مع حضرتك جدا. جزاكم الله كل خير. في أي حد عنده أي أسئلة؟ في حد عايز أي أسئلة قبل ما نختم؟ طب أستاذ حضرتك لو حد حابب إن هو نلتقي صورة تذكارية بس مع الدكاترة، نفتح بس الكاميرا. أنا مفتوحة عندي الكاميرا. أه تمام، بقية الناس الفاضل نعمل شير سكرين. أنا بس هوقف ال مش إيه
دكتور أيمن، وحشنا كتير. دكتور أيمن المايك مقفول عند حضرتك. بقول لك لينا قاعدة بعد كده عشان نعمل خريطة الطريق إن شاء الله. عارف حاجة الصورة مش هخبطني إن شاء الله. لا أنا أرصدت قواعدي بقى وننطلق إن شاء الله لدفة أخرى. ايوه ان شاء الله، بس محتاجين شوية تنقيح كده كويس. إن شاء الله. لا بقى نسيب الأجيال القادمة بقى تنقح. أنا أديت رسالتي وأخش على موضوع تاني لسه ما تنقحش. خلينا بقى احنا في قصة الأطفال بقى. لا حتى دي برضه لسه شوية. دي أطول صورة دي ولا إيه يا لا لا، احنا عمالين نلتقط صور، منتظر إن حد يدخل. أنا صورت كذا صورة يا دكتور، أنا منتظر لحد أوكي. يفتح الكاميرا ويلتقط الصورة. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير لا انت والشكر. قول 1 2 3 وبعد كده كله يفتح وخلاص. ما أنا منتظر حد تاني هيفتح الكاميرا. أنا خدت كذا صور وأبعتهم كلهم للدكتورة بحيث تختار أفضلهم وترفعهم إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، ألف شكر لحضرتك يا دكتورة وجزاكم الله كل خير، شكرا. انا شكرا وشكرا لحضرتك لجميع جدا، الحضور، ربنا يكرمكم جزاكم الله كل خير، ألف شكرا شكر. جزيلا، شكرا للبيم يا جميعا، شكرا شكرا حضرتك. لحضرتك بشكل شخصي جدا يا باشمهندس، الله شكرا يكرمك دكتور، جزاكم الله كل خير. شكرا لجميع الاساتذه اللي ادوني من وقتهم، وشكرا لجميع الباشمهندسين حتى لو حد بره التخصص الهندسي، شكرا لوقت حضراتكم جميعا، واتمنى اكون يعني سامحوني على اي تقصير، ويعني ان شاء الله تكون بداية لأمور أوسع بإذن الله. شكرا بإذن الله للجميع، دكتور شكرا توفيق إن شاء الله. فني فني.